السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنتمنى أن هذه القصة تلقاكم بخير وعلى خير إن شاء الله، وهذه الأيام مباركة تدخل عليكم باليوم بالبركات والصلاح ديال الحال والأحوال والتيسير ديال الأمور إن شاء الله والصحة والعافية. وكنتمنى أن تعجبكم القصة، اللي عجبتكم ما ينساش يخلي ليا لايك، تعليق ديالكم الغزالة اللي كتحفزني، اللي كنقراها وكتعجبني وكتحفزني على المزيد من العطاء والمزيد من القصص، ونزيد نقلب ونزيد نبحث لكم على قصص اللي ممكن انها تعجبكم ان شاء الله. الى عجبتكم خليوا لي لايك، خليوا لي تعليق كيف العادة، ونبدا معكم في القصة ان شاء الله. الحب هو لون الحياة اللي بلا بيه لا تسهو. الحب يقع قتيلا بين انثى عنيدة ورجل ذو كبرياء، في الحب تعزف القلوب اجمل ايقاع، لا يسمع إلا الحبيبين، ونحن لا نحب أشخاص كاملين، ولكن نرى الكمال في من نحب. البطلة فتاة من عائلة بسيطة قمة الجمال، عينيها عسلين، شعرها طويل بلون الشوكولا، كتخفي بداك الحجاب ديالها، طفولية مرحة عندها 22 سنة. أروى اللي هي أخت البطلة ديالنا نيرة، هي في جمال ديال خصها عندها 20 عام. يزن الصياد هو المسؤول عن شركات عائلة الصياد، هو شاب وسيم قوي البنية، عيونه رمادين، الف ديالو حاد، كل كيخافوا منه، عنده 25 سنة. وزين الصياد كيشبه ليزن في الطباع ديالو، عيونه سوداء ساحرة، والالف ديالو حاد فحل الاخ ديالو، جسد ديالو رياضي والاقرب ليزن، كيعمل معاه في الشركة. وولد عمه 25 سنة، حازم الصياد اللي هو ولد عم يزن وزين، مغرور جدا، عينيه زرقين بحال البحر، شعره بني اللون، قوي البنية، وسيم جدا، عنده 23 سنة. وأحمد الصياد هو أخ زين، شاب مرح كيبغي الضحك، داك التفليات، وسيم حتى هو، ورياضي وعينيه خضر بلون العشب، عنده 21 سنة. شاهي الصياد أخت يزن جميلة جدا، عينيها رماديين، البشرة بيضاء، والجسد ممشوق، 22 سنة. وعاد ميار الصياد أخت زين والتوأم ديال أحمد، جميلة جدا، عينها بلون أخضر، شعرها أصفر، كتخفي بالحجاب ديالها، والبشرة ديالها بيضاء، عندها 21 سنة، كتبغي الضحك، المرح، قصيرة القامة. بسمة الصياد أختي حازم جميلة وهادئة جدا، عينها زرقين لون البحر، 20 سنة. آسر نعمان صديق يزن خدم معاه في شركة، شاب وسيم، الجسد ديالو رياضي. وعاد سيف نعمان اللي هو أخو آسر كيدير الشركة ديالو في كندا. ومريم أحمد فتاة بسيطة جميلة، عينها سوداء كسواد الليل، شعر فحمي طويل، 21 سنة، صديقة ميار. وسوسن اللي هي أم مريم، سيدة طيبة حنونة، مريضة مع الأسف، مريضة بالقلب. إيمان أم نيرة وأروى، سيدة طيبة جدا ومحترمة. وجابر الشرقاوي عدو العائلة، بغي يدمرها، خبيث جدا. وعاصم الشرقاوي اللي هو الابن ديال جابر، كنتمنى ان ما نكونش دوختكم بهاد الابطال اللي مازال غادي نتعرفوا عليهم في باقي القصه، هذه غير لمحه عليهم وصافي. في حي شعبي في منزل بسيط كتفيق واحد البنت زوينه، كتادي الفرض ديالها، كتمشي للمطبخ كتقاد الفطور، شويه كتدخل الغرفه ديال الام ديالها، نيره ماما فيقي يلا فيقي نفطروا. ايمان واخا حبيبه يلا سيري فيقي خصك باش نفطروا مجموعين تمشي للجامعه ديالك، يلا انا غنصلي ونجي. نيره واخا ماما. في البيت ديال اروى فيقي خلاص فيقي خلاص راه ماما فيقتها، عافاك خليني نعس. نيره بساس مات بخبط، مشات جابت شويه الماء ورشاتو عليها، الا ما دارتلهاش هكاك ما كتفيقش. اروى ناري وكتغرقي فيا، جات كتضحك على نيره، ناري عليك يلا نوضي نوضي خلاص بلاتي عليك نيره. بقاو هكاك مع بعضهم ديما هكايا باش كتفيقها، حتى جات ماما ومع على الصوت ديالهم، ايمان ويلي انت وياها نوضو خلاص تلبسو حوايجكم يلا توصلوا للجامعه يلا. اما في حي راقي في قصر كبير كتدخل له الاشعه ديال الشمس هكاك على عينيه، وناعس كيفيق شاب، عينو رمادين، جذاب، كيدخل الحمام كيأدي الفريضه ديالو، كيلبس سروال اسود، تيشيرت ابيض، كيبرز العضلات ديالو والجسم ديالو المنحوت، جاكيت سوداء، كيقاد شعرو هكا وكيطلعو الفوق، كيهبط. يزن هكاك نازل كيتلقى مع زين، زين صباح الخير الوحش، يزن صباح النور، ونزلو بجوج بيهم. يزن مع كيفيقو هكا كيمشيو عند ماماهم هي الاولى، كيبوس لها يديها، صباح الخير لالة العيالات، امل صباح النور حبيبي. زين حتى هو باش يد ماما، صباح الخير، صباح منوره اليوم،
أمل كتصبغ فيا ياك، ما كاين باس. وجلسوا على المائدة ديال الطعام. حازم يلا انا غادي نمشي، عندي شحال حاجة خصني نقضيها، ومن بعد غنلحق عليكم الشركة. يا زين ما تعطلش، راه عندنا واحد الميتينغ. حازم يلا الله يعاون. شاهي وباسمه وميار نازلين على السلم، باسو يد امل وقالوا صباح الخير وجلسوا. شاهي خويا يزن عافاك، ممكن توصلني؟ عندي شي حاجه باغي نقضيها. واخا ماشي مشكل. بس ماما يار في صوت واحد، وصلنا معاك اخويا عافاك. زين تسلهم زين. شوف كتفلو عليا ولا شنو. يلا سيروا نوضوا وجدوا رياضكم دغيا باش ما تعطلش. يلا شوف كيجري وطلع باش يلبسوا. احمد عاد نازل، صباح الخير زين بسخريه. صباح شمس صباح. يلا فايق احمد بشوية عليك اخويا مال. يلا فقتو شويه دابا مالنا ما كاين باس. يزن كيشوف فيه بصرامة. واخا يلا يلا خلاص افطر على قبل الجامعة ديالك، او كتفيقش بكري حتى القراية ديالك ما قادلاش الوقت. احمد كيتصنع داك الخوف. واه صافي وصافي خلي حسين يا صاحبي. بقى زين كيكتب الضحكة ديالو. ايوا كم زيان. يلا يلا خلاص داك هكا كيحاول يسرح في الناس باش ينزلو سبعو. وفي الجامعة النيرة جالسة في الكافيتيريا ديال الجامعة، تكيدخل واحد الشاب طويل هكا كيوقف قدامها، سميتو يوسف. صافا نيرة؟ نيرة بغضب، كيفاش كتجي هكا وكتجلس بلا ما تستأذن؟ شكون انت اصلا؟ واش كتعرفني؟ يوسف غاب شوية عليك، كنبغيك يا نيرة والله حتى كنبغيك من شحال هادي، وكنتمنى غا تثقي فيا وتخليني غير نهضر. بدات كتشوف فيه هكا كطلع وكتهبط فيه، نهضت وقفات برود. انا ما كنبغيكش وما كنبغي حد، يلا حيد من قدامي احسن لك. يوسف شد دمي يديها، انا ما غاديش نمشي وغادي تسمعيني هاد المره. نيرة هزات يديها ويا تعطي واحد التصرفيقات ولاد يا الام هاد، ولا نقول خماسيه على وجهه. حيوان كيفاش كتشد ليا يدي هكا؟ انت انسان ماشي محترم. خلاته مشات دخلت المحاضره وحتى كملت المحاضره وخرجات، تلاقات اروى وهي غاده. اروى مالك معصبه؟ نيرة والو، غير واحد خاينه برزتني. وعاودت لها شنو وقع بالتفصيل. اروى عبرتي عليه يستاهل ديك التصرفيقه. يلا يلا مشيو خلاص، كملتي المحاضره ديال يلا. مكان اخر في الجامعه يوسف، والله سنعلمه والله سنأدب الربان وراه كيفاش وحده بحال هي ضربني انايا. مروان واش قربك لها صاحبي؟ انت عارف ان ما كتبغيش تفلياس ومحترمه وداخله سوق راسها. شوف هي الا ما جاتش بالخاطر غتجي بالسس. ودابا تشوف عند زين في اللوطو ديالو، شاهي جالس القدام وبسمه وميار اللور. وزين كل شويه كيشوف الشاهي، وشاهي كتشوف السرجم، ما كشفش جهسو نهائيا، ما انتبهش للنظرات ديالو. زين يلا 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 البنات وصلنا. ميار يلا احنا غادي ننزلو. بس ما يلا شاهي يلا جات تهبط ويشوف فيها زين نظرات كلها حب. ردي بالك لنفسك داكو. شاهي ما شافتش جهسو نهائيا. واخا ولزات كتجري مورا البنات. ميار غمزاتو شنو كاين؟ شاي بتوتر. شنو كاين؟ كاين والو يلا زيدي خلاص. بس ما بخوت انا كيبان ليا شي قصه حب على وشك الحدود. شهوية الضربه بالكتاب. زيدي بركه من ديك في اليد ديالك. ميار انا غادة عندي محاضره. كل وحده دخلت المحاضره ديالها. ميار مشات الكافيتيريا ديال الجامعه كتلقى مريم جالسه. مريم ما كتعطلتي هكا؟ معليش راه غير حيت خويا يزن هو اللي وصلنا. مريم يلا يلا خلاص عطلنا. يلا يلا اصلا الدكتور هذا كيتعطل. يلا خلاص باش ما نسقطوش في هذه الماده. ما يروى يلا. اما عند يزن جالس في المكتب ديالو في الشركه، دخلت سكرتير بعد ما دقات حطات له القهوه. يزن طلبي اسر على التليفون خليه يجي خلاص. واخا شي حاجه اخرى؟ لا لا صافي غير سيري. شويه دخل عنده اسر. واش ما تعرفش كتدق على الباب عاد تدخل؟ اسر بسخريه يمساونا اصلا كتدق على الباب. دخل الوقت ما بغيت. يزن واخا يلا زيد زيد نشوف خدمتنا اليوم. عندنا صفقه ديال عاصم الشرقاوي وجابر الشرقاوي. يزن ابتسم بشر، نخليهم يفلسوا وغنتقم منهم واحد واحد. اسير طبعا داكشي اللي داروا شحال هادي راه ماشي شويه، خصهم يدفعوا الثمن. زين هكا دق ودخل هو وحازم. زين معاش كاين الميتيك؟ يزن مع الحداش غنعرفهم اللعب على وصوله. زين بغضب دمروا عائلتنا زمان، دابا جا الوقت عليهم هما غادي يدمرهم كليا. يزن برود يلا خلاص نكملوا خدمتنا. في القصر جالس احمد وامال. امال انت ما غاديش للجامعه ولدي؟ لا لا ما غاديش اليوم. يلا نوض حفاظ راجع بخير تاع شي حاجه، دير شي حاجه تنفعك. ما عنديش القناعه ماما.
يا قلتي لي زين غادي تمشي، شنو غادي نقول لي انا؟ لا جا وسولني، ناض وقف برعب، مشى بالزربه طالع كيحاول يوجد راسه. الناس كتضحك عليه امل حيت عارفه كيخاف من الخوف، وجردات بحزن على الماضي. دخلت شاهية وبسمة أمية، لقاو هكاك شاردة كتشوف الحيط. مشاو لعندها، مالك أمولة؟ تسمعت لهم أمل، والو ولا حبيبة، يلا طلعوا بدلوا أجي باش نتغداو. بصوت واحد، واخا لالا، وطلعوا في الشركة كملوا الخدمة ونضوا باش يمشيو كل واحد غادي اللوطو ديالو. أما عند نيرة في الدار، إيمان جالسة هي وأروى كيتفرجوا على التيفي، ونيرة جالسة كتحس بالملل. ماما نزلت تمشى شويه. ايمان واخا حبيبه ديالو، ولكن ما تعطليش. صافي ماما كوني هانيه. لبست واحد جيب سوداء، واحد لابلوز واسعه في اللون الاحمر، ودارت الحجاب ديالها وباللولين وكوتشي اسود، ونزلات. هالسا كتمشى شارده سارحه، يلا بغات تقطع الطريق، جاي واحد اللوطو هكا كانت غادي تخرج فيها، تا هكا فرانت بالجهد قدام رجليها، حتى بدات تغوتات بديك الخلعه ديال انها كانت غتضربها، ديك الغوته وديك الخلعه ما عقلاش على راسها، سخفات. يزال نزل من اللوطو بسرعه، هزها وحطها في اللوطو، وخدا واحد العطر ديالو دايره في الماكينه في البطاقه، وبدا كيرش عليها كيحاول انه يفيقها. فوقتها كانت تابات، بدات كدور في راسها، فين انا؟ يزال سرح في ذوك الجمال ديال عينيها العسلين. نيره بصوت عالي، شكون نتايا؟ كيفاش جيت هنايا؟ يزن والو، طلعتي هكا فجأة قدام اللوطو وسخفتي. نيرة بغضب، حيت نتوما اللي راكبين في لي زوطو كيسحب ليكم، صافي غالي داز على رجلي تهبطو عليه وتزيدو. يزن عيني حمارو من الغضب، شد يديه، يلا بغا يهضر يتحيد ليه يدو هكا، ويا تعطي واحد الصرفيقة بلا ما يفهم كيفاش ولا امتى. انت اصلا حيوان. وخلاتو حلات الباب، هو مازال جامد في بلاصتو كيفكر اشنو وقع، واش ضرباتو؟ ركب الطاكسي ومشات، بقى في ديك الصدمة ديالو شوية، عاد تنفس هكا، سفر بقوة وساق اللطب أقصى سرعة ومشى على القصر. دخل معصب مباشرة ديك لاصال ديال السبور اللي كاينة في القصر، كيبرد غدا يدو فيهم. أما النيرة جالسة سارحة كتفكر في يزن، وهي ما عارفاش شكون هذاك ولا كيفاش تسخفات، ما عارفة والو. دخلت عليها أروع، فين غارقة الغزالة؟ نيرة بشروط، فيه قار وحلات فما بصدمة، شكون هذا؟ نيرة عاد نسابت راسها، والو اشنو؟ شوفي هاد الشروط ديالك هذا اكيد وراه شي حاجة، انا ما دخلش ليا راسي هاد الدروج اللي تحسي فيهم، كيفاش؟ ما فهمتش انا، عاودي لي شنو كاين. نيرة عاد داس كتعاود لها شنو وقع. اروى بخبز، قولي لي هاك داك القضية فيها راجل. عرفتي شنو؟ عيني غزالي، واحد فيهم واحد اللون غريب وزوين، كان لابس سروال اسود، تيشيرت بيضة، عرفتي عنده دوك العضلات هكا مطراشين فوق داك التيشيرت. اروى بسخرية، هادشي كله رديتي لي البال في دوك الدقايق دغيا، غادي بعدي مني، وضربات سم خدة. اروى صافي يا اختي، نعسي وحال ما بيها الغزالة. نعسات نيرة فعلا هي كتفكر فيه. اما عند يزن تكي على ظهره على السرير كيشوف في السقف، كيف فيها يا كيفاش دارت هكا؟ عمر شي حد جرى وهكا وضربو، ولا شي حد جرى وقرب لي بهالطريقه، ولا عيرو بديك الطريقه. قال مع نفسه، والله تنوريك، كنتمنى نطلعك مره اخرى ولا نشوفك مره اخرى، ديك الساعه غادي نوريك غادي تخلصي. دخل زين الغرفه كيلقاها هكاك سارح، ناس حدا، مالك هكايا؟ مالك شتك في عالم اخر؟ اش كاين؟ ملي دخلتي ماشي هو هذاك، اش وقع؟ عاودو يزن شنو وقع ليه اليوم؟ كون الا شتها مرة اخرى نقدر نقتلها، اما شي واحد ما تجرى ودار معايا هكا، تجي بنت هكا تضربني زين. هادي مدايا لا واقيلا، ولكن باينه غتكون زوينه، زوينه ولا خايبه؟ يزن بشروط، عينيها زوينين بزاف، كيبانو الملامح ديالها بريئه، ولكن داك النوع الشرس. زين بخبز، كيبان ليا الصناره طلعت مع شي حاجه ولا لا، ويضربو يزن بواحد الكروشي نيشان، نوض بعيد مني سرت نعس. او صاحبي هادي كيد عندك ولا بالا؟ خرج زين من عنده، بقى كيفكر في حتى دا الناس عند حازم سايق اللوطو بالليل، غادي تا كيلمح واحد الحركة غريبة في ديك البلاصة. نزل من اللوطو وخف، كتبان ليه واحد البنت كتجري، كاين شي جباب هكا كيجريو موراها، مشى باغي يعاونها، اول ما شافتو مشات كتجري هكا تخبات موراه. الشاب، اجي هنايا الغزالة. البنت بخوف وكتبكي، عافاك عاوني عاوني عافاك. حازم
كلامك معايا انا حيد من هنا وغنتفاهم انا وياك. الشاب الاخر دار لي من الجهه الاخرى، ديك البنت هذيك ديالنا بغيناها. حازم مو يضرب وعطى واحد الكروشي للعين نيشان طيحوا للارض وضرب الاخر، والشباب الاخرين هربوا اللي كانوا معاه. البنت كتبكي بالدموع، عافاك شكرا شكرا، ما عرفتش كيفاش غادي نشكرك. حازم كيشوف العفو وعاد كيفاش، واش كاين شي بنت محترمه كتخرج في هذا الوقت هذا؟ علاش شي خارجه في هذا الليل؟ البنت بغضب، كيفاش كتهضر معايا هكذا؟ انا محترمه بزز منك بزز من اي واحد. باين البنت يلا بغات تمشي. على فكره انا راكت في الصيدليه، مشيت نجيب شي علاج لماما باش نعطيها الدواء ديالها حيت مريضه بالقلب. وسولاتو وقف الطاكسي ومشات. حازم في نفسه ظلمتيها، ماشي كاع الناس بحال، ماشي كاع الناس ماشي محترمين. مشات مريم للدار، لقات ماماها كتسناها، واخا سولتها قالت لها علاش عطلتي، بغاش برصت عليها، قالت لها هادي يعني. واخا حبيبي يلا دخلي تنسي حيت غدا عندك الجامعه ديالك. واخا ماما يلا تصبحي على خير، ما تنسيش الدواء ديالك تشربيه. وجا يوم جديد، نيالا ما قدرتش تمشي للجامعه ديالها لان رجليها كانت ضارها، فطلبات من اختها انها تجيب لها المحاضره ديالها. وفي القصر جالسين على الفطور في الصالون كيفطروا عادي، يزن وزين وحازم مشاو للشركه مع بعضهم. احمد مازال يلا غيمشي للجامعه. بس ما احمد ديني معاك في طريقك عافاك. يلا يلا خلاص لبسي خلاص انا غنصداك في اللوطو. ومشاو ركبوا في اللوطو. بس ما كتهضر في التليفون. الو وي اروى، اروى فينك؟ انا في اللوطو مع ولد عمي غادي يوصلني، يلا انا جايه. متعطليش كنتسنى قدام باب الجامعه. احمد بدا كيضحك. شكون هادي؟ صاحبتي. وصلوا ونزلات بسمية واحمد، شافت اروى مشات عندها كتشري. صباحو اروى بسخريه، صباحو عسل اسود يا اختي، تحطلتي علاش عطلتي اليوم؟ اسمع عادي اختي، مالك لسانك طول منك، مالك؟ اروى يلا خلاص، راه هاداك الدكتور البارد واليوم غيعطينا الدرس، يلا خلاص. احمد واقف بسبع اروى بعيني، تسحروا داك الجمال ديال عينيها البنيه. بسمة يلا انا غدا احمد، يلا باي. مشات وخلاتو. عاد اروى انتبهت لاحمد، شافته ودورت وجهها. اما احمد عاد سوى انتبه لنفسه ودخل الجامعه. اما السياسه جالس في المكتب ديالو كيراجع ملفاته، ما هذه اللي كيفكر في نيره، كيفاش وحده بحالها تجرأت ان دير مع داكشي اللي دارس. رجعوا للدار ديال مريم، جالسه هي ماماها في البيت ديال الكلاس. اخيرا لقيت خدمه. سوسن بلا ما تخدمي حبيبه، راه باباك ما غاديش يبغي، الحمد لله راه مكفينا. لا بلا ما تبرصتي عليا، ان شاء الله غادي نخدم في المجال ديالي، يعني غادي تفيدني في الدراسه. سوسن كيفاش بنتي غتقدري توفقي بين الخدمه والجامعه؟ ان شاء الله حبيبه، ان شاء الله هادي راه اكبر شركه في المدينه، شركه ديال الصياد. واخا حبيبه واش غادي نقول لك؟ اللي ريحك ديريه، يلا نعسي على قبل الجامعه ديالك. مريم ناضت باس ترسم معاها. واخا سوسو حبيبه يلا تصبحي على خير. وداز داك النهار، وفي الشركه عند حازم ويزن واسر جالسين. اسر طلاب جداد غادي يجيو يضربوا معنا الاسبوع الجاي، غادي يكونوا العشرة الاوائل على الجامعه. يزن اوكي، وطبعا خصي يكون تدريب يكون مزيان، والخمسه اللي مؤهلاتهم عاليه غادي نسني معاهم العقود. انت طبعا غتدرب الاولى على الجامعه، تحسي يدك كل سنه ياك؟ يزن حازم يلا نمشيو خلاص، بركة عندنا من الخدمه اليوم. يزن صبر صبر بلاتي نقاد هاد الدوسيه دا نمشيو. صنع على السكرتير ديالو انيسه منى، شوفي واش باقي ليا شي شي مع اخر ولا صافي. لا لا مبقى والو. داكور، قفل المكالمه وتلفت عندهم. يلا مشينا. رجعوا للدار ديال نيره، جالسه هي واروى ايمان. ايمان يلا الحبيبات ديالي نوضو نوضو تنعسو، يلا تفيقو الصباح. انتي نوضي نيره غتمشي ولا مازال رجلك ضارك؟ نيره اه غادي نمشي يا مون، غنمشي، راه اختاروني ندرب في شركه ديال الصياد، اكبر شركه في المدينه، وممكن نخدم فيها الى كنت انا الاولى على الجامعه. اروى زوينه هادي، واش بصح؟ اه عرفتي شنو، خو صاحبتي هو اللي كيديرها، هو ولاد عمو حازم الصياد ويزن وزين الصياد. نيره شكون صاحبتك؟ بسمة الصياد. يلا اه عرفتها، يلا نوض يلا نعسو. اروى يلا تصبحي على خير يا ماما، وانتي من اهل الجنه. وناضو. يا ترى شنو اللي غادي يوقع ملي غادي يشوف يزن نيره؟ شنو غادي يدير معاه من بعد ما غادي تجي تدرب في الشركه ديالو؟ وحازم ملي غايشوف مريم شنو اللي غادي يوقع في علاقه زين وشاهي؟ وداز اسبوع طاير، وفي صباح يوم جديد في القصر كانوا جالسين كيفطروا. شاهي خويا يزن اليوم غديني معاك ياك، حيت
اليوم غادي يكون الشرف ديال الأوائل في الجامعة، غادي ينزل وغيكون تدريب في الشركة عندك وأنا منهم يزن طبيعة الحال، ولكن راه ماشي أنا اللي غادي ندربك، حيت أنا غندرب اللي غتكون في المركز الأول وانتي غتكوني عند زين. زين طبعا غادي ندربها. وعاد شكون اللي غيكون الأول على الجامعة؟ مازال ما عرفتيش؟ شاهي، شاهي نير عامر صاحبتي في الجامعة، بس ما اختها صاحبتي أروى عامر أحمد. هذيك اللي شفناها داك النهار ميار، ايه هي هذيك امل. يلا بركه خلاص فطروا خلاص ونوضوا سيروا بحالاتكم. بس ما حبيبتي امونه ديما ناصفاني. حازم يلا انا غادي نمشي يا زن على قبل المقابلات. يا زن يلا نوض انا معاك سنه نهيض. يلا شاهي نوضي يلا هاجي مع زين. شاهي يلا واخا يا زن. زين طلعي 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 خلاص لبسي وهبطي. طلعت شاهي تلبس ولبسات جيب بلون ديال الكافي منقو هكا واسعة شوية، بلوزة في الباج ودارت هكا الشال لأنها كانت الحجاب، ولبست صندل في الباج وهزات شنطة باللون البني ونزلت على السلم. يا طيح هكا دارت ليها الصندالة تلوات ليها طاحت، كانت صغيرة طيح ولكن زين لحقها وشدها من لاطي ديالها وعينيهم تلاقاو. زين وشتي زوينة على الدرجة. شاهي عاد نتابهات وبعدات منه بخجل. يلا مشينا. وزيد مشاكسة مال كي وليتي بحال الفريزة، شو حناك ديالك كي ولاو مطيشات. شاهي بغيت وصافي يلا مالك هكا بارد. زين هو كيقرب منا انا بارد. شاهي بسرعة وبخجل اكثر. لا لا بالعكس انت راك عسول غيزيد. ضحك وبانت الغمازة ديالو وشاهي كتشوف فيه اكثر وابتسمت بابتسامة بلهاء. زين عارفة انني زوين. يلا خلاص ساعة الله. شاهي مع نفسها مستفز مشات وياه وركبوا اللوطو ومشاو للشركة. فاقت نيرة ادات الفرد ديالها ومشات الملابس ديالها المكونة من فستان باللون السماوي وحجاب باللون الابيض والسماوي صندل بيضاء وهزات الحقيبة ديالها بيضاء. خرجت من الغرفة. صباح الخير ايمان. صباح النور بنتي. فين اروى ايمان؟ مازال ناعسة بنتي. يلا ماما انا غادي باش ما نتعطلش انا غنمشي للشركه اليوم اول يوم عندي. الله معاك يا بنتي ردي بال راسك. يلا ماما دعي معايا شويه. خرجات هكا وركبت في طاكسي. فاقت مريم حتى هي ادات الفرد ديالها وجدات الفطور لبست فستان فلون الكشمير ودارت الحجاب ديالها ابيض وكوشي بيضاء كانت رائعه الجمال. ودخلت لغرفه ديال ماماها. صباح الخير ماما. سوسن صباح النور حبيبه ديالي. غتمشي للشركه اليوم؟ ماما هي معايا عافاك عندك نسيت تاخدي الدواء ديالك. واخا بنتي يلا سير. يلا باي باي انا غادا. حتى هي خرجات وركبت طاكسي وفي الشركة وصلت نيرة. دخلات تبهرت بداك الشكل ديالها والتصميم ودخلات لقات صاحبتها من كصحابة من الجامعة وقفت معاهم. وعاد ديك الساعة دخل آسر. صافا الشباب كديرين كلهم صوت واحد الحمد لله. آسر انا المهندس آسر وانا اللي غنوزعكم. وطبعا نتوما عارفين ان الاولى على الجامعه هي اللي غتعين وغتسني العقد غيكون مستمر. اسمعوني دابا وعد غادي نوزعكم كل واحد على قسم. اسر في الانسه نيرة عامر. نيرة انا اجي معايا باش نوريك الطبعه ديال الخدمه وتسني العقد. نيرة واخا يلا اجي. مشاو عند المحامي فعلا قرات العقد وسناتو. اسر انتي طبعا عارفه غادي تخدمي تحت الايد ديال المهندس يزن الصياد. طبعا بما انك مضيتي العقد ما غاديش تخلي الخدمه غير بعد عام على حسب الشرط. ايه واخا داكور يلا اجي معايا نديك المكتب ديال المهندس يزن. يلا مشاو عند المكتب ديال يزن. اسر تسني واحد الدقيقه. ومات نيرة براسها دخل اسر عند يزن. نيرة المتدرب الجديد راه برا كتسناك. يزن في الصلاه فيه دخلها. دخل اسر هكا صون على السكرتير باش طلب منها انها تدخل وفعلا حلات الباب ودخلات. اما في مكان اخر في الشركه سكرتير انيسه مريم. وين عام ممكن السيفي ديالك؟ عافاك عاد باش نشوفه. واخا هو تفضلي تفضلي كنسي ما يجي الدور ديالك. دخلات سكرتير عند حازم بالملفات. سكرتير مهندس حازم هاد السيفي ديال البنات اللي على برا. حازم داكو غنشوفهم. بقى كيشوفهم هكا شويه وطلب منها تخرج من ما يشوفهم وعاود يتصل بها يقول لها شنو كاين. شويه ويصوني على سكرتير. دخلي لي الانسه مريم على قبل المقابله. واخا حازم صد هكا قطع الخط شويه. دخلت مريم بعد ما دقات.
قلنا زين وشاهي صوت الشركة وطلعوا المكتب. زين نخليهم يجيبوا المكتب ديالك هنا باش تكون حدايا قريبة، لأني أنا اللي غادي ندربك. شاهي أوكي، وجابوا مكتب لشاهي في الداخل ديال المكتب ديال زين، بقات كيوريها طبيعة الخدمة شوية، ويعطيها واحد المجموعة كبيرة ديال الملفات. تفضلي هادو غادي تترجميهم، دوسي على المكتب ديالك وخدمي بداي فيهم. ولكن هادو بزاف. زين بصراحة حنا ماشي في الدار هنا، حيدي داك الفلوس ديالك ويلا الخدمة. شاهي تدمر واخا، وبلاصتك بنتها هكا كتخدم وهي مرة مرة كتسفر الضيق. مكتب يا زين، بعد ما دخلت نيرة كان كيشوف الوراق اللي قدامه. تفضلي جلسي أنيسة. نيرة نيرة انتبهت للصوت، هزات وجهها وهي تشوف فيه. نتايا يزن هز وجهو هكا شاف فيه ويتصدم بأول ما شافها. نتي أسر كتعرفوا بعضكم ولا شنو؟ نيرة مهندس سؤال سر، واش ممكن تنقلني من هنايا لشي بلاصه اخرى؟ يزن مازال كتهضري ها، انت راه امك داعي عليك حيت تجرأتي وزيتي يدك عليا، بين انك ماشي مربياش. نيرة بصوت عالي، مربية وحسن منك، حسارم نفسك نقص شوية من هاد الهضرة هادي. اسر خلاهم وينسحب من داك الموقف وطلع خرج على برا. يزن خلعتيني مجعدة مع راسك. نيرة انا ما يشرفنيش اني نخدم عند واحد بحالك، انا غادي نمشي. ناض هكا ويسد الباب. نيرة تخلعات فعلا، تما غدا كترجع باللور. حل الباب، حل الباب بنادم، هادشي راه ما كيضحكش. يا قلتي غادي تخرجي؟ لا خرجي خرجي، ما غاديش تخرجي، تناخد حقي منك، غادي نخليك تمني الموت 100 مرة علشان على قبل ديك الضربة اللي ضربتيني، غادي ندفعك الثمن ديالها غالي وبزاف. والله حتى غنغوت وغنجمع لك الشركة كلها، حتى حد ما غادي يقرب لهنا، حتى حد ما غيعتقك مني. بدا كيقرب على نينا وهي كترجع للور، تخبطات في الحيط بعد مني. يا زين وقف قدامها، بدا كيسرح في عينيها اللي عامره بالدموع، حتى يلا جا غيقرب ليها حتى وهي تسخف ليه تاني. قرب منها كيحاول يفيقها، والو ما فاقتش، هزها هكاك وحط على الكنابي اللي عنده في المكتب. بدا كيعيط، اني سمونة كيغوت على تجات كتجري. نعم سيدي، عيط على الدكتور بسرعه. وتمونة تخلعات، واخا جا اسير كيلقاها بحال هكاك مغيبه ويسولو مالها. سخفات اسير جلس فعلا، بقاو كيتسناو الطبيب ديال الشركه حتى جا، ويا زين بقى هكا كيتامل ملامح ديالها طول ما هي سخفانه. كتبان زوينه بزاف، ملامحها باريين بحال شي مالك كنعس قدامه. الدكتور دق لها واحد الابره وقال لهم شويه غادي تفيقي هكا ضغط هكا ولا عصبيه. شكرو يا زين وخرج. مشى اسير باش يوصل للدكتور. ديك الساعات نيرة بدات كتفيق، ويا زين جالس قدامها غير شافته ويا تقفز عاود. شنو اللي وقع؟ قربتي ليا بالدموع في عينها. باغا نمشي. جلسي، باغا نمشي عافاك، انتي غتكوني السكرتير ديالي، ما بغاش نخدم هنايا، غنقدم استقالتي. الاستقاله ديالك مرفوضه، الا قدمتي استقالتك غتدفعي الشرط الجزائي. واش انت بنادم؟ يستحيل تكون بنادم، انت حيوان، انا مستحيل نخدم هنايا. خلاتو تما تغادى. اذا بعصبيه وصوت عالي، اني سمونة جات كتجري. نعم سيدي، صيفط ليا اسير. واخا جا اسير ودخل، بغيت جميع المعلومات على هاد البنت هادي من الصغيره للكبيره، واليوم بالليل يكون عندي. مالك علاش ناوي؟ يا زين بغموض غادي تعرف. وناض مشى من الشركه، وفي مكتب حازم دقات مريم على الباب ودخلات، خلات الباب هكاك مفتوح. حازم كيشوف الوراق ديال اللي قدامه، صدي الباب. اسمح لي ولكن ما يمكنش تسد الباب. حازم انتبه داك الصوت، هز راسو. تي مريم انت؟ تفضلي تفضلي جلسه انيسه. جلسات بهدوء حيت فعلا هي محتاجه للخدمه. طبعا السكرتير غتعرفك على نظام ديال الخدمه، وانت غتكوني السكرتير الشخصيه ديالي. واخا حازم هز التليفون وصل على السكرتير. اجي دابا. اقطع. مريم في نفسها مغرور كيداير. حازم شكرا. مريم استغرب، على شنو؟ على مغرور. صدمات، كيفاش عرف انها قالتها؟ ماشي وقت الصدمات دابا. دخلت سكرتير، خذي الانسه مريم وريها المكتب ديالو، عرفها الطبيعه ديال الخدمه والمواعيد الخدمه وصني مع العقد. وشاف مريم واحد الشفه طويله هي ما فهمتش المغزى ديالها، وخرجات مع السكرتير. اما عند زين وشاهي جالسه خدامه خدامه، كل مره تشوف زين وكيشوف فيها. شاهي اوف، هادشي كله خدمه 3 سوايع وانا خدام، راه عييت ظهري تخصب. وزين بسخريه، تي راه يلا بديتي، راه هادي اول نهار عندك ديال الخدمه، ما عاد انا نعطيك غير خدمه خفيفه. واش هاد الخدمه كامله وخفيفه؟ واو راه بزاف هادشي، والله جاني الجوع.
يلا واخا، ولكن انا اصلا غادي نتغدى في مطعم وغادي نمشي للدار. اوكي يلا، جات شاهي تمشي هكاك، تاكلات في السجادة قبل ما تطيح. كان زين شادها عاود ثاني نفس الموقف ديال الصباح، بقاو كيشوفوا بعضياتهم بحب. عاد تقادو زين بخفوت، مشينا شاهي بخجل. يلا مشاو فعلا تغداو في مطعم، من بعد مشاو للقصر وفي مكان اخر في شركة عند حازم. خرج من المكتب باش يمشي، كيلقى مريم جالسة على المكتب ديالها وكتراجع ملفات. ممكن تمشي دابا لا بغيتي تمشي، كملي الخدمة غدا ان شاء الله، الوقت عطل، غادي غدا مع 9 تكون هنا. مريم واخا يلا اسمح لي غادي نمشي. مشات مريم ركبت في طاكسي مشات للدار ديالها، وحازم مشى للقصر. اما في الدار ديال نيره مشات من الشركة مشات كتجري، خدات الطاكسي مشات للشقة ديالو، لقات ارو ايمن جالسين. السلام عليكم ايمن. وعليكم السلام، دخلي حبيبه، مالك وجهك صفر؟ نيره حكات لماما هذاك الشيء اللي وقع ليها من اول ما شافت يهزن لحد هادشي اللي وقع لها في الشركه اليوم. اروى يعني طلع هو يصدق، هو داك اللي ضربتيه داك النهار، هو نفس المدير ديال الشركه. نيره ايه من زهري هو. ايمن ولكن انت اللي غلطه بنتي، ما كانش خصك تضربي هكاك بلا ما تعرفي شنو كاين. نيره هو ماشي من حقه يشد ليا ايدي. ايمن صافي عملتي ما تكايش، ما عجبكش الحال ما تمشيش للشركه ثاني وصافي. نيره يلا واخا ندخل نرتاح بعدا. دخلت نيره للبيت ديالها وبسات كتفكر في اليزن لحد ما داها الناس. وصلت مريم للدار كتدوق كتدوق، ما حلاتها واحد. هزت سارو ديالها كتقلب عليه جبدته من الساق، حلات ودخلت صدمات من المنظر اللي قدامها. ماماها غايبة على الوعي على الأرض، مشات كتجري لعندها والدموع في عينيها. ماما حبيبة، ماما مالك، ماما جاوبيني. بدات كتقيس لها النبض ديالها، لقاتها مازال عايشة. طلبات الإسعاف وبقات كتسناها حتى جاو داوها المستشفى وجلست قدام الغرفة ديال الكشف. خرج الدكتور وقال لها بلا ماماها دخلت في غيبوبة، غادي ينقلوها العناية المركزة لأنها في مرحلة خطيرة، خاصة ضروري عملية ويوم أو يومين على الأكثر باش العملية تنجح لها. مريم انهارت، ماما هي الوحيدة اللي تبقات لها من عائلتها. قالت للدكتور واخا خلال يومين غادي تحضر المبلغ. قالت هي ما عارفاش كي غادي دير ليها، مين غادي تجيب الفلوس، مين غادي تدبر عليهم، كيفاش تعتق باباها. بقات كتفكر حتى داها النعاس. اما يزن بعد ما وصل القصر وكان الغرفة ديال رياض ديك لاصال كيلعب في المناكبة بعنف، حتى شوية جات عندو الخادمة علمتو بلا اهزر كيتسناه. مشى لعندو دخل دوش هكا بسرعه وخلاها كيتسناه. خرج عندو لقى كيتسناه. انا جبت لك المعلومات اللي طلبتي من الالف الياء. اه وي ها هي، وهذه صوره ديالها. خد الصوره ديالها بقى كيشوف فيها، فتح داك الملف قراه، يعني باها متوفي وعايشه مع امها وخصها اسير. وي بالضبط، شوف ركز معايا فهادشي اللي نقول لك. وجلسوا هكا كيهضروا شويه. اسير واش متاكد من هادشي اللي غنديرو؟ يا زن بخبز غادي نخليها تكره حياتها. واخا ولكن يلا انا غادي نمشي باش نكمل داكشي اللي عندي. في غرفة يزن في المساء جالس على السرير، شات الصورة ديالها كيشوف فيها، كيفكر فيها لحد ما جا النعاس ونعسو الصورة في يديه. ونفس الشي حازم مسكي على سريره كيفكر في مريم، شحال زوينة، كيفاش لباسها هكاك محتشم، رقيقة هادئة في التعامل، ما كلامها قليل، عمرو شاف شي وحده من هاد النوع هذا. كيفكر كيفاش خطفت قلبه وعقله بهاد الصوره. شاد الحمق هذا، كيفاش كنفكر فيها دغيا؟ لا لا انا مستحيل نبغي اصلا. ولكن قلبه كيجابو، ولكن انت معجب بها وهي زوينه بزاف. عقله حتى هو كيتكلم، كاين شي حاجه سميتها الحب، الناس كلهم خداعين مظهرهم البريء. حازم اوف بارك خرجي مراتي خليني نعس. جا صباح جديد في الدار ديال نيرة، فقت يومها وختها على صوت ديال الدقان هكا في الباب بالجهد. لبست الإصدار ديال الصلاة وخرجت كتجري، لقات ماما وختها حتى هما خارجين. نيرة شنو كاين، شكون اللي كيدق هكا؟ أروا جي نشوفو شكون. نزلت إيمان سابقة وفتحت نيرة الباب، كتلقى واحد الضابط لابس لباس ديال الشرطة وواقف على الباب، وعد هداك البواب ديال العمارة واقف موراه. نيرة شنو كاين، باغي شي حد؟ الضابط أنيسة نيرة عامر. أه أنا. عندكم 12 ساعة باش تخلو الشقة وتمشيو من هنا. شاد الهضرة هادي، شنو الهضرة اللي كتقول؟ عندي أمر من صاحب الدار بهادشي. ومشاو خلاها. إيمان شاد الهضرة هادي، الحاج
عمرو ما دار معانا هكا، يا عمرو ما خلينا بالله غيخرجنا من الدار اصلا. نبدا داك البواب كيشوف فيها بزاز مني، والله مادام راه واحد السيد جا البارح وهددني ملي ما فات البيع له الدار، داكشي على صيفطو. اروى كتشوف فيه شكون هو هذا؟ واللي جا البارح سميتو كنظن اسير نعمان، والعقد مكتوب بالاسم ديالو، سميتو يزن الصياد. نيرة تصدمات، يزن الصياد. بنتي عافاك ما تقلقينش مني، والله بزز مني، نتوما عارفين انكم عزاز عليا بحال ولادي. واخا عمي غي سير، احنا غادي نتصرفوا. ومشى للبواب وخلاهم تالفي. ايمان واش هذا مول الشركه اللي مشيتي ليها؟ نيرة. ماما شوفي صافي بلا ما تبرزتيني غادي نتصرف. وانت يا اروى لبسي سيري الجامعه ديالك، وانا غادي نعرف شنو غادي ندير. يلا ايمان شنو غاديري؟ نيرة بغموض، ما تقلقيش يا ماما انا عارفه شنو غادي ندير. دخلت نيرة لبسات فستان باللون الاصفر وحجاب باللون الاسود والاصفر وصندالة سوداء، وهزات حقيبه ديالها سوداء وخرجت خدت تاكسي مباشره للشركه. اما مريم فقط عيانه، لبست داك واحد الفستان الاسود دارت الزيف ديالها مهزوج باللون الاحمر والاسود وصندال سوداء، وهزات حقيبه ديالها سوداء ونزلات المستشفى. دخلت عند ماماها كانت لا حول ولا قوه عليها. وصلينا بدوك الأجهزة، مريم غي شافت أخرجات كتجري وكتبكي بشدة. مشات للشركة، دخلت المكتب ديالها، بقات خدامة على دوك الملفات حتى دخل حازم المكتب. كيبالي وجه أحمر من كترة البكاء، عينيها منفوخين. صباح الخير أنيسة مريم. صباح الخير أستاذ، بغيت الملفات ديال صفقة جديدة وكاس القهوة على المكتب ديالي. مريم بخوفوت واخا. دخل حازم المكتب ودخلت مريم وراه بالملفات والقهوة، وجلست كتشرح لحازم ملفات بشوية هكا. وحازم كان فاهم ملفات مزيان، ولكن شي حاجة هي اللي خلاته باغي يسمعها. وفجأة كيصوني التليفون ديال مريم. اسمح لي عافاك ممكن نجاوب على التليفون؟ تفضلي. ردات مريم على التليفون. السلام عليكم. نعم. حازم متبع بعينيا كتهضر، نزلت دمعة من عينيها، وديك الساعة طاحت مغيبة. مشا كيجري حازم هزها هكا وحطها على واحد الكنابي. مشات نيرة للشركة وطلعت مباشرة للمكتب ديال يزن بلا ما تدق. دخلات هكاك طلع عليها الدم، بدات كتغوت. شنو باغي مني يا بنادم؟ كيفاش تجرأتي؟ كيفاش كدير هكا؟ انت حيوان معدوم الإنسانية. يزن كيشوف فيها ببرود. كملتي؟ وعد انا واحد عجباتو شي حاجة وخلص فلوسه وشراها باغيها. شنو باغي مني؟ اتقي الله اتقي الله. جلسي غادي نهضرو. نيرة جلسات وهي منرفزة. ومن بعد شنو باغي دابا؟ زوجي بيا؟ نعم انا مستحيل نتزوج بواحد بحالك. لا ما نزوجش بيك، ما موافقاش. انا ما غاديش نتزوج بيك على الزين اللي فيك. غادي توافقي بزاز منك، يعني مثلا ممكن نخرجكم من الدار تشردوا في الشوارع، غنسقوك غير كدورو في الزنقه، وعاد حتى البوليس غادي يدوك لعندو، غادي تسجني على قبل العقد ديال العمل اللي تي موقع على قبل الشرط الجزائي. ممكن تخصك وهي خارجة من الجامعة تخطف مثلا، ولا نخلي شي حد ياخد أعز ما كتملك، وشوية ديال التصاور شي فيديو يمشيو للحاجة ماماك، ملي غادي تشوفهم ديك الساعة غادي تعيب ولا غادي تموت في الفقصة. انت عارفة اني قادر اني ندير هادشي كله، علاش كدير هكا معايا؟ غادي ندفعك الثمن ديال ديك الضربة الترفيقة اللي ضربتيني، غالي بزاف. وديك الساعة غادي تعيشي معايا، عيشتك معايا هي الثمن. نيرة كتشوف في موافقة، ولكن بشرط ما تقربش لعائلتي، تأحد من عائلتي ما تقرب لي. وشرط آخر اللي هو ما تقربش ليا نهائيا، ما تلمس شعرة مني. موافق. إذا العقد والعرس بعد أسبوع. نيرة كتشوف في ما مصدقاش هادشي. واخا. ومشات خرجات وخلاته وفي مكسب حازم، جلس كيفوين يفيق هكا في مريم. فاقت وبقات كتبكي كيشوف فيها حازم. أنيسة مريم وشتي مزيان؟ شنو اللي وقع لك؟ ما قدرش انها تسكت. ماما غادي عافاك ممكن تديني عند ماما. حازم شد التليفون ديالنا وصل على الرقم الاخير، عرف ان ماما مريم توفات. يلا نوضي نديك المستشفى. فعلا خداها شادها من يدها وغادي مخرجها وهي غادا كتمشى بشويه عليها ومشاو للمستشفى. مريم نزلات من اللوطو شات كتجري، دخلات وحازم غادي وراها. دخلت الغرفة اللي كانت فيها ماما، قاسم تغطية ولا حول ولا قوة لها شاحبة. مشات عندها مريم قلت لها حدا بالدموع، ماما حبيبة
فيقي ماما ما عنديش من غيرك، لمن غتخليني ماما فيقي. نهارت من البكا والغوات وحازم هكا كيشوف فيها في الاخر، مشى كيعيط لواحد الطبيب ودخل باش دق لها واحد المهدئ وفقدات الوعي. كان عندها شي ساعتين تقريبا على ما تفيق. خدا حازم بدا كيدير في الاجراءات ديال المستشفى ودفنوها، عاد رجع عند مريم بقى جالسه في حضن الركن في البيت، دايره وجهها بين يديها ورجلها وكتبكي. مشى جلس حداها على الارض وتخلى على داك الغرور ديالها والغطرسه والكبرياء. مريم خليك قويه، قوي من هكا، انتي مؤمنه بالله وعارفه ان هذا القضاء ديال الله والقدر ديالو، هذا كان النصيب ديالها واجلها، كنا في حضنا غادي نمشيو. بغيت نقول لك واحد الحاجه، عارفه انه ماشي الوقت المناسب، ولكن خصك تعرفي انا كنبغيك. ما عرفتش امتى وكيفاش، ما عرفتش علاش كنقول لك دابا واش تزوجي بيا. ماشي ما بغيتش رد ديالك دابا، نخليك تفكري براحتك ومن بعد جاوبيني. هزات وجهها فيه كان حمر وعينها متورمين، ممكن تدينها فك توصلني. حازم يلا نوضي. فعلا ركبوا في اللوطو طول الطريق ساكتة ودوانات لين توصلوا للدار في نفس المكان. كانت حالا جارت مريم في الشقة واقفة هي وولدها على الدروج وكتهضر معاه. شتي البارح عاد مها ميتة وهي غدا جاية في الطونوبيلات والشابة بشكل وأنواع، وأنا اللي كنت فخوصة عليها حيت ما بغاتكش. شادي صبري ماما أنا اللي غادي نوريها. وخرج من الشقة مريم، معاه نزلت من اللوطو طلعت، وحازم وقف كيشوف فيها لحد ما دخلت العمارة ودخلت للشقة. يلا غتسد الباب، حتى شادي هكا دفع عليها الباب ودخل. شنو بغيتي يا شادي؟ باغيك مريم خرج من البرا عافاك، خرج من هنا. وقف هكا كسد الباب ودفع مريم على الارض ويضربها كيحاول انه يتعدى عليها. مريم كتقاوم وكتغوت كتغوت وكتقاوم. حازم ديك الوقت لقى التليفون ديال مريم في اللوطو، طلع هكا باش يعطي ليها حتى كيسمع الغوت ديالها. مشى كيجري طالع في الدروج، دخل كيلقى شادي كيحاول يتهجم على مريم. شد شادي دفعوها كامل على مريم وبدا كيضرب فيه بعنف لحد ما طيحوا على الارض ولا وجهه كله بالدم. مشى عند مريم كيلقاها منهاره داكشي اللي فيها وعايزه تكمل عليها هوايا. شدها من يديها، كيبقيتي مريم واش نتي صافا؟ فقدات الوعي. حازم هزها هكاك وخداها ونزل حطها في اللوطو ومشى مباشرة على القصر. أما نيرة مع دخلات مشات جلسات في الغرفة ديالها بوحدها. تجلس عندها ماماها إيمان، بنتي واش نتي بخير؟ أه ماما مزيانة. ماما عافاك بنتي، أروى ما تخليهاش تدخل بخنعس. واخا حبيبة يلا تكاي، الله يريح بالك بنتي. دخلات نيرة هكاك تكات على السرير ديالها كتفكر في يزن في هاد الزواج هذا وفي داكشي اللي طلبوا منها ونحسات. يا ترى واش مريم غتزوج بحازم؟ واش غتبغيه كيما كيبغيها؟ واش فعلا كيبغيها ولا شنو اللي خلاه يطلب منها انه يتزوج بها؟ واش يزن غيتزوج بنيرة وينتقم منها فعلا ولا قلبه يخليه يتغير؟ وصل حازم للقصر ومريم مازال مغيبة هسه هكا ودخل بها. كانت امال وشاهي وبسمة وميار واحمد وزين جالسين وداخل هكاك هسه. زين بسرعه صوني صوني للطبيب. زين واخا ما يرنات هكاك مفزوعه وهي كتجري موراه. هادي مريم صاحبتي مالها؟ كله طلع مورا حازم. حط مريم على السرير وجلس هكا قدامها، دار يدو على وجهه. وزين فعلا عيط للدكتور جا ودخلت، كانت طبيبه ودخلت لعندها. ممكن عافاكم طلعوا برا باش نفحص نشوف شنو عندها. زين شد حازم وخرج برا، واحمد كان ديجا واقف برا. شكون هادي حازم؟ شنو اللي وقع؟ حازم عاود ليهم شنو اللي وقع من الاول، من اول ما شافها وبيلا طلب منها الزواج. زين كيشوف فيه بخفوت. واش كتبغي حازم ولا شنو؟ وهي كنبغيها بزاف، ما عرفتش كيفاش ولا امتى، ولكن اللي عارف اني كنبغيها. خاسيدي وعرادي دغيا دغيا. بقاو هكا كيضحكوا عليه، هو ربي اللي عالم بيه قلبه كيرفرف. بعد مدة خرجت الدكتورة قالت لهم بلا جاها مهيار عصبي وعطات إبرة مهدئة وطلبت منهم أنهم يبعدوا على التوتر. مريم ميار كانت كتألم على حال صاحبتها اللي الله كانت البارح بخير ما بها والو، ملي عرفات من حازم بلا ماما توفات وجهها قلب عليها، لأن عارفة بلا ما عندها شي حد من غيرها. تكلم حازم مع أمل وقال لها بلا راه طلب منها الزواج. كانت بقات فيها ملي عاود لها شنو وقع معاها. وجا حازم عند ميار طلب منها أنها تعاود ليه كل شيء اللي كتعرفوا عليها. وفعلا عودت لي ان ماما كانت مريضه بالقلب، وكانت مريم كتخدم باش تقدر انها تجيب لها العلاج ديالها، وكتدفع المصاريف ديال الجامعه. عودت لي كل شيء بالتفصيل، اي حاجه عارفه الا عودتها لي.
يلا حازم ساتر صح، انا غادي نبقى حدا غير سير بلا ما تبرد راسك عليها. حازم ردي بالك معاه، واخا صافي كون هاني. خرج حازم وبقات معايا جنب مريم اللي اكيد ما غتفيق حتى للصباح. حسين حسات جنبها وحازم شناس في واحد الغرفه واحده اخرى. جا نهار جديد فاقت نيره في قسم ماماها واختها وبداو كيوجدوا الفطور هكا باش يفطروا، وعاد تخرج تشوف شنو كاين. اما يزن فاق بكري ادى الفار ديالو مشى حدا البحر بقى واقف حدا شحال من بعد قرر انه يمشي للدار ديال نيره. طلع ودق ايمان من الداخل اخلي كل بلاصه انا غنشوف شكون. حلت الباب، شكون بغيتي يا ولدي؟ انا يزن الصياد ممكن نهضر معاك؟ ايمان كتشوف في ابنه ضربه في حيطه، هي تفضل دخل يزن. اول ما شافته نيره هكاك جاي داخل، لا جاي هنا يا بنادم شنو باغي؟ ايمان كتشوف فيها شد الهضره هاديه، ده ضيفتنا في الدار ويلي حشومه. نيره سكتات ويا كارها راسها. دخل يزن وجلس. جيت نطلب ايد الانسه نيره بعد ما خديت الموافقه ديالها، طبعا اكيد غتكون قاتلك على هذا الموضوع. ايمان شافت في نيره ورجعت شافت في يزن. واش هاد الهضره بصح ودي؟ واش هادشي بصح نيره؟ نيره اه ماما بصح، وانتي موافقه على هاد الهضره؟ اه ماما موافقه. ايمان شاف سويزن، وانت باغي تزوجها؟ علاش كيفاش باغي تزوجها؟ واش كتعرفها؟ واش كتعرفها ولا شنو؟ كنظن هاد السؤال هذا ممكن تسولي لبنتك. ان شاء الله العقد غادي يكون بعد 3 ايام والعرس بعد اسبوع. ايمان صدمها، كيفاش بهاد السرعه هادي؟ ما غادي نقدر، ما يقدناش الوقت اننا نديرو شي حاجه. يزن شاف فيها قصر مجهز في كل شيء، غتجيب هي غير داك الحوايج ديالها الشخصيه وصافي. نيره كتشوف فهاد الوضع هذا وبقات خفوت مغرور. يزن هو كيشوف فيها عارف. ايمان سيري قادي شي عصير ولا شي حاجه يشربها. رد يزن هكا وقف، ماشي مشكل انا غادي نمشي لان عندي الخدمه. ايمان واخا ولدي تفضل. مشى يزن وصلتو ايمان حتى الباب ورجعت. اروى يا لهوي يا لهوي، واش هذا يزن؟ ناري كداير شو عيني كديري ناري شحال وسيم. نيره كتشوف فيها بغيض، ما فيه حتى حاجه زوينه. اروى غمزاته منيتك نيره ويا تلوح لها واحد المخده بعدي مني في هذه الساعه هذه. نات اروى كتجري وهي كتضحك. نات عندها ايمان قربات ليها، واش بصح موافقه بنتي على هذا الزواج هذا؟ الا كان مهدك بشي حاجه انا قبل الخروج ديالنا من الدار ما يمكنش نقبل ان تزوجي بيها، خرجوا منها بلاش من هذا الزواج هذا. لا ماما مطلب مني الزواج وانا وافق صافي بلا ما تقلقي عليا، ماشي مشكل. والله يريح يا بنتي، الله يريح قلبك يا ربي ويعطيك داكشي اللي ناويه في خاطرك. اما مريم مع فاقتها كتبان لها ميار ناعس حداها. ميار ميار بدات كتحرك فيها وهي تفيق. صباح الخير كي بقيتي حبيبه؟ انا فين؟ شنو اللي جابني هنا؟ شوفي انت عندنا في القصر، حازم جابك البارح وكنتي مغيبه، راه شافتك الطبيبه وعطاتك منوم. مريم عاد بدات كتفكر داكشي اللي وقع ليها، الوفاة ديال ماماها واللي تهجم عليها وتجارتهم، بدات كتبكي كتبكي كتبكي. حضنا صمايار. مريم حبيبة تهدني تهدني، شتي مزيانة دابا؟ خصني نمشي من هنايا، ميمكنش أني نكون هنايا حشومة. شوفي راه حازم اللي جابك، حازم راه كيبغيك بزاف مريم، كيقول أنو عرض عليك الزواج. وافقي يا مريم عافاك وافقي، عمرك غادي تندمي والله. ما عرفتش صمايار، انا اصلا راسي كله مخربق هاد الفتره هادي، ما عارفاش كاع هادشي اللي كيطرى معايا، كلشي جاني غريب. فكري مرمى فكري. مريم واخا يلا اجي معايا للبيت ديالي، دوشي تماك كنا وبدلي حوايجك وديك ساعات عاد شوف اش غدير. على هاد البيت ديال مين؟ مايار هذا بيت حازم. نط مع الغرفه ديالها. لازم رجع للقصر لقى امال جالسه شباس لها يديها. صباح الخير ماما. صباح الخير يا ولدي، فين كنتي خارج بكري؟ ايه كان عندي شي شغل مهم. تمات نازلة شاهين صباح الخير. يا زناجة حبيب ماشي شاهين زلات وجلسات. مريم فاقت ولا مازال؟ امل راه ما يرخ داسة داسة البيت ديالها باش تدوش، قالتك باغا تمشي بحالها. يا زن استغرب شكون مريم؟ امل عودت له شنو اللي وقع وان حازم طلب منها الزواج. يعني واش حازم كيبغي ولا شنو؟ شاهي باين عليه بزاف كاع. يا زن شاهي طلعي طلعي في قفيقي كلشي، بغيتكم في واحد الموضوع مهم. واخا طلعت بقات على الاوضه ديال يزن وزين فتح شعرها هكاك مشاكك لانه كان يلا فائق من الناس.
زين، صباح الخير. صباح النور. زين حيت يا جان بغينا كلنا نجمعو، قالك بغينا شي موضوع مهم. زين كيشوف فيها بحب. انا جاي دابا. مشات شاهي فيقات بسمة واحمد، مشات فيقات حتى حازم، حتى فتح ليها الباب. صباح الخير حازم. وي صباح النور. هاجي لتحت حيت يا جان بغينا ضروره. اوكي انا جاي. مشات شاهي قاعده تعيط لها حازم. شاهي وي حازم تردد، مريم فاقت ولا مازال؟ كي بقات ابتسمت له شاهي. فاقت وكانت باغا تمشي ولكن ما ردات البيت ديالها، راه قالت بزوج حازم عاد ارتاح مزيان. نزلت شاهي وحازم مشى على الغرفه ديال مايار كيدق في الباب. حلت له مايار. حازم باحراج مريم فايقه. مايار بخبط، كاين شي حاجه مولف جد تقاليه؟ حازم دخلي وقولي لا بالنا بلا باغي نهضر معاها، بركه من داك البرود ديالك. واخا السي حازم. مريم كانت متابعة الموقف وكتسمع الكلام ديالو من ورا الباب. دخلت مايا، دخلت حازم. حازم كيدير يدو هكا في شعرو كيلعب فيه. صافا مريم كتبحثي مزيانة؟ مريم بخوفوت. الحمد لله. حازم كيشوف فيها بجدية. شوفي مريم، انتي مغاديش تمشي من هنا نهائيا، غتجلسي هنايا حتى الوقت اللي غيجيو غادي نتزوجو فيه. مريم هي منزلة راسها للأرض وعينيها بعيدة عليه. ولكن انا ما وافقتش على الزواج، انا فكرت بالنيابه عليك والحب ديالي كافينا بزوج. ملي مشات فيه وصرحات بابتسامته وعيني، ولكن ما قدرتش نبقى جالسه. انا غادي ندوي مع يزن وغادي نحددو مع الموعد ديال العقد. غير صحي مريم، واخا اللي شفتيها مناسبه خلاها ونزل عند يزن. كلشي تجمع تحت دار عندهم يزن. انا جمعتكم كلكم على قبل واحد الموضوع مهم. امل خير ولدي. شنو قررت؟ غادي نتزوج وان شاء الله العقد ديالي غادي يكون من هاد 3 ايام، والعرس بعد اسبوع من اليوم. امال كتشوف فيه مستغربه. مبروك ولدي حبيبي، ولكن شكون هادي وشنو سميتها وشنو؟ يزن نيره، سميتها نيره. شاهد ما تقولش ليا نيره اللي في بالي. يزن وي هي نيره عامر. شاهد الف مبروك حبيبي. حازم يزن، بخصوص موضوع مريم بغيت نتزوج بها، العرس ديالي ان شاء الله يكون مع العرس ديالك، وحتى العقد يكون مع العقد ديالك. يزن ماشي مشكل، صافي غادي نوجدو كل شيء. زين حتى انا باغي نتزوج. شاهي شافت فيه بنظره متفحصه. يزن وي انتوما كلكم باغيين تزوجوا معايا ولا شنو؟ زين حتى انا باغي. شكون؟ زين شاهي. شاهي شكون شاهي؟ زين عافاك وسيديك، ماشي وقت الغابه هذا، باغي نتزوج شاهي اختك. شاهي حساس بالخجل ولات بحال ديك المطيشه الحمراء. يزن حط رجل على رجل ونفكر ونجاوبك. زين وانت راك حبيبي وصاحبي وخويا، عافاك ما نديرش فيها هكا، عافاك ما تخليني هكا مرقد حداك. كلهم دوك يضحكوا عليا وشاهي غتسموت بديك الخجل. يزن يلا صافي داكور، دونك العقد يكون معايا انا وحازم، وحتى العرس معانا سيدي. يلا اهتي بالتوتر. يزن يزن بلا فات صبر. اشنو ساند؟ ما تقولش يزن انت باغي تزوج. أسير بتردد، باغي نتزوج. وشكون هاد تعيسة الحق؟ أسير بندفاع، ميار بنت عمك. زين ختي؟ أسير وي ختك. زين حط رجل على رجل وجلس، فكر ونجاوبك. كلهم ضحكوا على الموقف، هات على الشكل اللي دار يزن. أسير عافاك، نقول سيديك والله عافاك ما ترفضش. زين كيشوف فيه بزاف، واخا ولكن ما عرفتش، خليني نفكر. أسير عافاك عافاك. زين جدية مبدئيا انا راه ما عنديش مانع، حيت ما غاديش نلقى احسن منك لاختي، ولكن نتكلم معاها ونشوف الراي ديالها، ديك الساعه نرد عليك. الا وافقات تكون الخطوبه صافي، حتى تكمل القرايه ديال هذا العام هذا، وديك الساعه نشوف شنو كاين. شنو رايك يا زين؟ وانا ما عنديش مشكله، ما غاديش نلقى احسن من اسير مايار. اسير ولكن نعقدو نديرو العقد ديالنا معاكم نتوما عافاك، باش ما نكونوش كنتعاملوا مع بعضنا برسميه. يزن موافق ولكن شوف الراي ديالها هو الاول. احمد مزاح وعرادي وبدا اليوم صدق كلشي باغي يتزوجوا. حتى هما يار نسخه وحده، نفس السفاه ونفس البزاله. اسير وانت مالك يا صاحبي؟ حيت انت الوحيد اللي غتبقى بلا زواج. احمد الله يتبارك، كلشي بدا كيضحك عليك. امال كتشوفي ومازال ما صدقاش. الف مبروك عليكم يا حبيبي، اي والله يسمم لكم بالخير يا ربي. الكل امين يا ربي. طلع حازم وزين الغرفه عند مايار، وزين تقال الباب فتحت له مايار. زين حبيبه صافا؟
ميار مزيان مزيان اخويا، اجي بغي نهضر معاك شويه. ميار لمريم 5 دقائق وجايه مريم، عافاك ما تحركيش من هنا. ومس مريم براسها بالايجاب لما كتشوف الجلسه نهائيا، خدا زين ميار ومشى للغرفه ديالو. دخل حازم للغرفه عند مريم. حازم صافا مريم مزيانه دابا؟ مريم الحمد لله ان شاء الله ديما. مريم امين يا ربي. حازم كيشوف فيها بجديه، ان شاء الله غادي نديروا العقد ديالنا من 3 ايام والعرس بعد اسبوع، مش مزيان مريم؟ ولكن دغيا بهاد السرعه. لا لا ما سرعه ما والو عادي. مريم بالاندفاع، علاش غتزوج بيا حازم؟ يعني علاش حيت ما عندي حتى واحد، ولا حيت حسيتي بالشفقه عليا؟ الا كان على قبل الشفقه ما كاينلاش هاد الزواج هذا، ما ماشي بالضروري تغصب راسك على شي حاجه. واخا كيشوف فيها حازم، انا ما غاديش نقول لك من غير الكلام اللي قلتو قبيلات، بلا الهضره اللي قلتي دابا كلها كلام فارغ. واذا كنت انا غادي نزوجك على قبل هذا الشيء فغاديش نزوجك اصلا، انا كنت غادي نزوجك حيت كنبغيك. وخلاهم مشى خرج. مريم في الداخل ديالها فرحات انه ممكن انه يكون كيبغيها، وهاد كانت لانها حسيت براسها بلا خلات وخارج هو غضبان عليها. ابان زين في الغرفه، زين شوفي حبيبه انتي كبرتي وان شاء الله وليتي عروسه ما شاء الله زوينه، وراه كل بنت كيجي لها النهار ديالها وكتزوج. نمشي اليوم جالك واحد العريس طلبك وحتى هو مزيان وعارفينه مزيان، شي تاتي كتعرفيه. ميار كتشوف في ناري صافي دغيا طلعت لكم في الراس، بغيتي تزوجوني تبعدوني عليكم ولا شنو؟ وهاد انا مثلا ما كملتش القرايه. زين شوفي عمري ما غادي نطلع ليا في راسي حبيبي، وهاد القرار قرار وهاد ما عارفين بعدا شكون ديك الساعه قري شكون اسر نعمان. ميار تسرع واش بصح اسر صاحب خويا يزن؟ زين الضحك. ميار بخجل، واخا اللي بالك اخويا ده كيضحك زين هو كيقلدها. اللي بالك اخويا واش كتحسب لك انه هبيل؟ واخا لا لا ماشي مشكل، على العموم ان شاء الله العقد غيكون من 3 ايام ومعانا نيت حنايا انا ويزن وحازم، وديك الساعة تكملوا الزواج ديالكم ورا الدراسة ديالكم ان شاء الله، ولكن العرس ديالنا حنا من بعد اسبوع. ماير نتو نتوما شنو غتزوجو؟ زين وي ميار شكون غتزوج؟ شاهي ده كيضحك واش كان باين عليا حتى لهاد الدرجة؟ عادي بس كضحك ماير. ويلي نتوما بجوج راه غير بوحدكم وصافي، راه باين عليكم شحال هادي كلشي عايق بيكم. تسم لها زين بصح. ميار وهي نايضة، هي بصح يلا خليني نمشي لبيتي. تسكى زين على السرير. اوكي بقى كيفكر في شاهي حتى الناس. ودازت 3 ايام بصراحة، وجا نهار ديال عقد القران ملي رفقت من الناس على صوت 30 كيسون، شافت رقم غريب جاوبات السلام عليكم. فقي الغزالة، فقي الزوجة ديالي المستقبلية، عرفات شكون اللي متصل؟ شنو باغي على الصباح يزن؟ شنو غادي نبغي منك؟ والو عاد انا متصل بك باش نقول لك بلا اللوطو غادي يجي ديك دابا انت واختكم معاك. نيرة واخا يزن يلا باي باي. خرجت نيرة من الغرفة ديالها من بعد ما عدات الفرض. صباح الخير ايمان، القاسم جالسين 104 صباح النور، واش دور يوسكم حيت غيصيفطنا واحد اللوطو سدينا غدينا القصر عندهم؟ ايمان تنهدات واخا بنتي انا راه اتصلت بعمك وهو غادي يجي. واخا ماما يلا وجدو خلاص ريوسكم راه اللوطو غتكون جايه في الطريق. من بعد مقطع يزن الاتصال ديالو ب النيرة، مشى للغرفة ديال شاهي بقى عليها قالت له دخل دخل عندها. صباح بيبا كي بقيتي شاهي؟ الحمد لله. اجي جلس حدايا. اجا شاهي اجا زين وجلس حداها. شوفي شاهي انا بغيك تعرفي حاجة واحدة، اني حداك ما غاديش نخليك، انتي عارفة انك اي غالي حاجة عندي، ماشي اختي انتي راك بنتي. الله يخليك يا حبيبي. يزن ويعنقها، كان دايز زين قدام الغرفة لأنها كانت محلولة. شاف يزن حاضن شاهي وقف قدام الباب. زين شد الشي هذا يزن وشاهي شافو فيه شنو كاين؟ زين هو كيدير راسو بحال كيبكي، البنت لي كتولي مراتي حاضنة خوها وعايش اللحظة وانا قلبي الصغير لا يتحمل. شاهي انفجرات بالضحك والله حتى مسطح تايا لا تحمق. زين واخا انا واخا لالا. اما في الغرفة الاخرى كانت مريم وميار وبسمة جالسين هكا حتى دق حازم، حلت لونيت مريم غي شافتو هكا بدا كيبتسم.
صباح النور للعروسة. وجهها ولا فحال مطيشة. صباح النور حازم. العروسة ديالك صبحات. الحمد لله عافاك، مابقاش تهضر بهاد الطريقة. سمو البنات كيطلعوا عليها وحسات بالارتباك. صافي يا البركة، مشات وخلاتهم هما وراها كيضحكوا. شوية مشى حازم، رجعوا البنات لعندها. كيبان ليا بلا كاين شي اعجاب ولا شي حب كيدور هكا بيناتنا. شاهي شافت في مريم. مريومة قولي ليا، واش كتبغي حازم ولا لا؟ مريم انا يلا عارفه حازم من فتره قليله، مقدرش نقول اني كنبغي حيت الحب شي حاجه كبيره بزاف، ولكن عموما حازم انسان زوين ومحترم، انا مرتاحه عليه. ميار هادشي كامل ما كتبغيش، نوضي نوضي علينا. شاهي يلا نزلوا يلا، ها شحال حاجه خصني نقضيها ونرجع لكم ثاني باش ناخذ بسمه ونمشيو نتلاقاو بنيره راه جايبينهم دابا. الكل اوكي. نزلت شاهي مشات عند حازم. حازم اجيش. مشى عند حازم، شنو كاين؟ فتحات تسجيل وسمعت له الكلام اللي قالت ويبتسم. شكرا يا شاهي، انا في الخدمه يا حبيبي. ومشات وخدات بسمه ومشاو للحديقه، وحازم مشى عند الاولاد. كان واقف اسر ويزن وزين وحازم واحمد كيهضروا في امور ديال العقد وهادشي، حتى صونا التليفون ديال اسر. شد التليفون، وي سيف صافا يزن؟ جاوب 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 وفتح لوط بارلو. اسير فتح لوط بارلو. سيف صافا انت غتوصل؟ سيف الحمد لله انا اصلا وصلت المطار، غادي نمشي للدار قبل ما نجي. يزن ما تعطلش سيف. يا سيف يزن واش جالسين تسبجوا شويكم تما كلهم صوت واحد؟ واشنو على ما غنتزوجوا في نار واحد؟ في الحديقه كانت جالسه امال وشاهي وبسمه كيتسناو نيره واروى ايمان. شويه دخلت اللوطو اللي فيها ونزلوا، وشاهي وامال وبسمه مشاو سلموا عليهم. نيره كي دايره؟ لاباس شاهي، شنو كديري هنا؟ شاهي واش كتضحكي ولا شنو؟ واش انتي ما عارفاش اني اختي يزن؟ نيره والله ما عارفه، ما كنتش عارفه اصلا صراحه، انتي زوينه بزاف، ما كنتش متوقعاك تكوني هكا. شاهي غمزاتها عليا هادشي. امال نيره ما شاء الله عليك بحال القمر، ما كنتش متوقع ان الذوق ديال يزن زوين هكا. نيره بخجل، شكرا خالتي. بسمه كي دايره خالتي ايمان؟ لاباس ايمان؟ الحمد لله حبيبه. امل يلا اجي شاهي دي نيره واروى وبسمه وطلعوا عند مريم وميار، وانا غادي ندي ايمان معايا. شاهي واخا ماما. خدات البنات وطلعوا عند ميار ومريم وجلسوا كيتعرفوا على بعضهم كيضحكوا هكا يدوزوا الوقت. حتى جا الليل وجا الموعد ديال العقد القران، وجا المساء وجا العيد اللي غادي يعقد القران ديالهم. جا سيف سلم على كل شيء، وجا حتى عم منيره واستقبلوا يزن. كانوا الشباب لابسين كل واحد في قمه الاناقه ديالو، وحتى البنات. شاهي كانت لابسه كسوه في القرفي هكا زوينه، جات حتى لطاي وفيها حزام عريض وجات واسع من تحت. وشاهي لابسه لباس مع الشال ديالو في الغوز بيبي، ومريم لابسه فستان في الفانيلي بارد الوردي ودايره الشال ديالو مناسب ليه وصبع ديال الطالون. اما ميار حتى هي كسوه، حتى هي تقريبا نفس الفصاله بربعه بيهم البنات، كساوي اللي هكا محتشمين بالكمام طوال. وعاد بسمه فستان اسود واروى فستان زيتي. البنات بحال ملكات الجمال. مشات امل وايمان الغرفه ديال البنات. امل ما الله يحفظكم ابنياتي ما شاء الله. ايمان الله يحميكم والله يتمم بخير على كل شيء يا ربي. شاهي غنزلو امتى غنزلو؟ ميار والله حتى قلي عييت من هاد الكراس هنايا. امل راه وصل لهدول، غيوصل احمد وغيجي يعيط عليكم صافي. جا احمد وجا كيدق عليهم في الباب. امل دخل. انا وقيلا دخلت شي باب بالغلط ولا شنو؟ فينا ما خوتاتي؟ بقات كضحك امل. واش جا ولا مازال؟ جا ولكن بغيتكم لتحت. ايمان يلا البنات هبطوا. نزلوا كلهم، وكانت اروى نازله وراهم هي واحمد. احمد كل شويه كيشوف اروى، كانت كاتبه رائعه الجمال. يلا بغات تطيح هكا ساكلات في لاغوب ديالها لانها طويله حتى لحق احمد. حس بيه، حبسي حبسي كنتي غطيحي. اروى بخجل شكرا، ونزلت كتجري مورا البنات. تاسم احمد وفي نفسه واو شحال زوينه كتحمق. ونزلوا كلهم، اول ما الشباب شافوا نظراتهم تعلقات بهم وانبهروا بداك الجمال ديالهم. ونيره سلمت على عمه وبدا العقد ديال القران ديال يزن ونيره اللي هم الاوائل. كان يزن شاد بيد عم نيره عبد الله كيرد دورها لهذوك الكلمات، وفي الاخير وقعت نيره على
على العقد ديال الزواج. بارك الله لكما وجمع بينكما في خير. وهكا يطلق امل واحد الزغاريت ديال داك الام المغربيه الاصيله، وبدا عقد القيران ديال شاهي وزين. كان يزن هو الوكيل ديال شاهي، وعاد عقد القيران ديال ميار واسر، كان زين هو الوكيل ديالها، وعقد قيران حازم ومريم، وكان يزن هو وكيل مريم. وعدت امل عوساني كانت صغرت، واخيرا كمل العقد ديال القيران على خير. سيف حضن اسر، الف مبروك يا خويا اسير، العقبال لك ان شاء الله. احمد ما كاينش شي عقباليه، انا دوك يضحكوا كلهم على الكلمات ديالو، وبارك منيره ليهم. ومن بعد هكا تشا ومشى، كل واحد خد الزوجه ديالو وخرجوا، كل واحد جلس مكان في هذيك الحديقه اللي على برا. مشيو عند نيره ويزن جالسين، ونيره ما كتشوف جهتو. يزن بسخريه، الف مبروك امراتي العزيزه، اهلا بيك في الجحيم ديالي. نيره شافت فيه بقرف، جحيمك خليه لراسك، ماشي انا اللي راني دخلني شي واحد للجحيم. عندك حساب لك راسك، راني ضعيفه ولا تزوجتك على قبل اني ضعيفه. انا قبلت اني نتزوج بيك حيت هددتيني بماما واختي شي اكثر. نيره دورت وجهها للناحيه الاخرى، شدها يزن هكا وجرها بايدو، والالفاز ديال كضرب في وجهها. غنخليك تدفعي الثمن ديال داك الترفيقه غاليه نيره. بدات كتحاول هكا تبعد عليه، انت انسان حقير كنكرهك. ما كملتش الجمله ديالها، كان عصرها هكا في الحضن ديالو، كيعنف على كلامها بطريقته، وهي كتدفعو بعيد عليها، ولكن بزز هكا باش بعداتو. قليل الاداب حيوان، سكتي ولا غنهرس لك فمك، الا ما سكتيش غنعاودها مره اخرى. شافت فيه هكا بقرف ورجعت سكتات. عند زين وشاهي جالسين، شاهي كتشوف في الارض من شده الخجل. زين شاهي وي نعم، شبي فيا سي راسك، شبي فيا هزات راسها هكا كتشوف فيه نعم كنبغيك. تحس كتشوف فيه هكا وحشمات، ها ما سمعلكش نفسه، بدا كيضحك كيشوف فيها. بعد عليها هكا وكيبتسم، كتبان ليه هي الانثى اللي خطفات قلبه، اللي ما كتبان ليه حتى وحده اخرى من غيرها. وفرحان بزاف لانه اخيرا قدر انه يتزوج بها، كيشوف وياها بطات هكا راسها من شده الخجل. كنبغيك شحال هادي شحال هادي شحال هادي يا شاهي، ملي كنا صغار. شاهي وهي كتشوف فيه تاهي بغويا، حتى انا كنبغيك بزاف زين ملي كنا صغار. شدها هكا شد لها يديها كيشوف فيها، مصدقش انها فعلا كتبات له داك الحب اللي من سنين ومخبيه في الداخل ديالو. اما عند مريم وحازم، كل شويه كتبعد هكا عيناه، هو كيركز يشوفها فيها، كل مره كيقرب حداها هي كتبعد عليه هكاك، حتى كانت غطيح من داك الكرسي اللي جالسين عليه. شويه هو يشدها هكا وزير لها على يديها، وهكا هز لها راسها باش تشوف فيه مباشره. واش خايفه مني يا مريم؟ مريم توتر وخجل. لا ما خايفاش، علاش غنخاف؟ راك مراتي دابا، يعني ما خصكش تخافي مني. عارفه غير انا مازال ما تعودتش على هذا الوضع هذا جديد، حنا يلا تعرفنا ماشي بزاف على بعضنا، وتلقيت راسي دابا مزوجه بك، ما كلشي جا هكا بسرعه. مريم انا كنبغيك ومستحيل اديك، غنبقى جنبك هكا حياتك كامله، عمري غادي نخليك. وبغيتك هكا تجاوبيني، خليه خدي شويه الوقت ديالك فكري، وانا راضي محتاج. مريم خجل، واخا بس لها يديها هكا وعنق عنده، خليك حدايا شويه هكا. مريم سكنات في الحضن ديالو وكتخبي وجهها من شده الخجل. اما عند اسير وميار جالسين تما في الحديقه، اسير عينيه على ميار بويا، واش فخبارك انت زوينه بزاف؟ ميار بخجل، شكرا حسنت سواسيم. غمضت عينها فتحاتهم، حتى كتلقى اسير قرب لها بزاف، رجعت من اللور هكا بالزربه بديك الخوف، حتى كانت غطي، حتى شدها اسير هكا من البطن ديالها. عندك طيحي، توترات كثر، كنت بعد شويه بصح غادي نطيح. لاحظت تورطور ديالها وابتسم، ما غاديش نبعد، مش عارفه انني راجلك. ما يرتاهت في ديك الابتسامه ديالو في عيني. اسير كيلقى هكا كسار حافي. اما هادو هما عصافير الحب. ومشيو لداخل، كانت جالسه ايمان وامل واحمد وصيف وبسمه واروى. ايمان يلا اروى يلا خصنا نمشيو، يزن قلبي اللي غادي يوصل نيره. اروى يلا ماما، ناضوا هكا وقفوا وسلموا عليهم. احمد يلا خالتي انا اللي غنوصلكم. ايمان لا لا ولدي ماشي مشكل، غير خلينا حنا نمشيو. احمد يلا انا غنسبقكم، انا غتلقاوني برا. ايمان واروى خرجوا فعلا وركبوا مع احمد باش يوصلهم. كانت كل شويه كيدور هكا كيشوف الاروى في المرايا، واروى حاسه بالخجل من ديك النظرات ديالو اللي ما فارقتهاش. ايمان هنا ولدي، هنا ولدي احمد.
ونزلوا، نزل معاهم احمد ايمان. اجي ولدي طلع معانا. احمد لا شكرا خالتي، خصني نمشي، الا احتاجتو شي حاجه اتصلوا بيا. شكرا يا ولدي، الله يخطيك، الله يرضي عليك. طلعت خرجت هكا هي واروى، طلعوا غاديين، واروى برا مره كتشوف موراها، كتلقى احمد حتى هو مازال كيشوف فيها، مع تلقاو عينيه ويغمزها، طلعت كتجري تابعه ماماها. ومن بعد وصل يا زنيره للدار ديالها، وشاهي مشات للغرفه ديالها، واسير وميار مشاو للغرفه، ومريم حتى هي، كل واحد مشى للغرفه ديالو. ما كيفكروا، كل شاب كيفكر في المعشوقه ديالو، كل فتاة منهم كتفكر في حبيبها، وهكذا زليل لهم. اما نيرة طلعت دخلت الغرفه ديالها وهي كتفكر في حياتها الجايه مع يزن، يا ترى شنو غادي يوقع لها معاه. والاحساس من بعد وياها كل مره كتقفز في نعاسها. فاقت نيرة الصباح، ادت الفرن ديالها، يلا غادي تخرج من الغرفه من بعد ما تلبسات حوايجها، حتى كتلقى التليفون ديالها كيصوني. جاوبات، الو السلام عليكم. وعليكم السلام، نزلينا كنتسناك تحت باش نوصلك للجامعه. لا لا غير سير، ماشي مشكله، انا غنمشي في تاكسي. نيرة سمعي الهضرة حسن ما نطلع نجيبك من الفوق. يلا صافي اوكي، انا نازلة. سلمات على ماماها، لقات خسا مشات قبل منها الجامعة، قالت لها بلا راه يزن كيتسنى خسا تنزل عندو دغيا. فعلا مشات هبطات، كيبان لها واقفة هكاك مسند على اللوطو ديالو، يدي في جيبو وداير واحد النظارة شمسية بكامل اناقتو، كتشوف فيه من بعيد وهي جاية كتقرب ليه. صراحة وسيم بزاف ولكن حامض. وصلت عند يزن، يلا بغات تطلع اللور وي يطلع اللوطو، انا راه ماشي السائق ديالك، طلع لقدام. عاد سدات الباب اللوراني ومشات ركبات لقدام، كيشوف في الطريق قدامه. امتى غتسالي المحاضره ديالك؟ علاش كتسول؟ جاوبها يا زن برود، حيت انا راجلك ومن حقي نعرف. بدات كتأفأف، عندي جوج محاضرات غادي نسالي يمكن مع ثلاثه. داكور. وصل الجامعه ونزلت نيره، يزن بقى واقف حتى شافها دخلت الجامعه، عاد مشى. وبلاصه اخرى واحد العيون كانت كتراقبهم، يوسف واقف ومروان صاحبه. يوسف ولات غدا جايه في الطوموبيلات وقالت غدير ليا فيها الشريفه العفيفه، الله تنوريها. مروان يقدر يكون خوها صاحبي. لا لا هي ما عندهاش خوت ولاد. واه صافي خليك منها، سير انت الف بنت منك. يوسف بغيل، لا ما غاديش نخليها، حسن ناخذ منها داكشي اللي باغي. اما اروى كانت واقفه في الطريق باش تركب في الطاكسي تمشي للجامعه، كان دايز احمد هكاك، كانت معاه بسمه. بسمه بانت لها اروى، تسنى تسنى احمد تسنى، ولات كتجري واحمد متبعها بعيني. بسمه رورو شنو كديري هنا؟ بسمه كنتسنى طاكسي خصني نمشي للجامعه. ما شنو ما غاديش تمشي انت ولا شنو؟ بسمه لا لا غادا غير اجي ركبي معانا انا واحمد. اروى لا لا غير سيري انت، انا غادي ناخذ طاكسي ونجي حشومه. هي تجرى بسمة زيد يلا معانا، بقات كتجرى فيها حتى ركبات. كان احمد مسابع اروى، كانت كتبان لي ديك الرقيقه الجميله الخجوله، كيشوف فيها مهيام. صافا انيسه اروى لاباس عليك؟ وهي الحمد لله. طول الطريق احمد كل شويه كيشوف اروى في المرايه، وهي كتشوف من السرجم ديال اللوطو، حيت كانت ملاحظه ديك النظر ديالو، كانت كتحاول تفادى حتى وصلوا للجامعه ونزلوا. بسمة ميرسي احمد على التوصيله. احمد كيضحك معاه، لا ميرسي على واجب، لا لا ما هادي ماشي مشكل، مولف على التوصيلات هادو. بس ما والله تحمق. كان الشباب ديالنا العرسان في الشركة، جمعهم يزن، جمع آسر وحتى زين، قال لهم بلا احمد جابر الشرقاوي كيخطط لشي حاجه جديده، بهادشي اللي عرفوا من الرجال ديالو، ولكن شنو هي مازال ما وصلوش لشنو باغي يدير. زين اه هاد الرجل هذا ما باغيش يتسلى خلاص، ما كفاش داكشي اللي داروا شحال هادي في عائلتنا، باغي يعاود من الاول. حازم بغي يقضي على عائلة الصياد. آسر حنا خصنا نردو بالنا بزاف معاه، خصنا نعرفو شنو ناوي يدير هو ولا ولدو. يزن نهاية مقربات، بقاو كان مكملين هكا على الخدمة ديالهم حتى كملو خدمتهم، ويزن مشى للجامعة باش يجيب نيرة. كانوا نيرة وشاهي جالسين في الكافيتيريا ديال الجامعة، وأروى وبسمة جاو تاهما جالسين معاهم جنبين. نيرة أنا غنمشي هنايا دغيا للطواليت ونجي. شاهي ما تعطليش يلا باش نمشيو. أوكي يلا. مشات الحمام، يلا جات غدا عند البنات، حتى جا يوسف هكا ويجرها بالجد من يديها، وواحد الطريقه اللي مستفزه، طلق من يدي الحيوان. يوسف هو مازال شاد فيها، ما غاديش نطلق منك، دايره ليا فيها الشريفه العفيفه وانت مدوزاها مع الدراري، انا الشرف منك الزبل، طلق مني. شاهي بصوت عالي، طلق مني على الحيوان. ديك اللحظه كان جاي يزن، شاف داك المنظر، الدم بدا كيغلي في عروقه، مشى كيجري شد يوسف من حوايجه، حطلق من
من نيرة وبدا كيضرب فيه كيضرب فيه، ونيرة بدات كتبكي من الخلعة ملي شافت هذاك الموقف هذاك. الدموع الصوت ديالها ولا كيرتعش وكتجر في يزن من يده، يزن صافي صافي تلقو غادي يموت في يدك، صافي عافاك، صافي صافي غتخرج على راسك، عافاك عافاك، هو راه انسان تافه طلق منه. يزن بقى هكا كيشوف فيها، غتطلق منه، يلا صافي تهدني تهدني ما تخافيش، علاش كيتعرض لك هذا؟ واش اول مره؟ اروى لا لا، يزن ديما كيتعرض ليها، هو ديما كيتعرض ليها. يزن بهدوء عكس ديك النهار اللي كان حاس بها في الداخل ديالو كيشوف في نيرة، علاش ما قلتهاش ليا نيرة؟ جا في ديك اللحظه العميد ديال الكليه كان قرب يسمو بلغو شنو كاين هنا. يوسف دغيا جابو، انا كنت دايز من هنايا وهاد الشاب هذا كان غادي بالانيه نيرة بزز منا، حاولت نمنعو هو يضربني. العميد كيشوف فيه واش هادشي بصح، نيرة دموعها نازلين، والله حتى كيكذب، ما وقعت حتى حاجه من هاد الشيء. يزن شاف العميد ببرود، كنظن ما كاين شي واحد غادي يتعرض لمراته، انا غادي نرفع دعوى على هادشي اللي وقع، ماشي مراتي يزن الصياد اللي تعمل معاه هاد الشيء. العميد توتر، استاذ يزن تسمح لينا، انا كنعتذر لسيادتكم على هادشي اللي وقع، وانا اسفه مدام نيره. العميد ليوسف، نتايا غتكون مفصول من الجامعه لمده شهر ومحروم من الامتحانات. يزن جر نيره واروى وبسمه وشاهي ورينا، نيره ركبت القدام حدا يزن وهي مازال كتبكي كتبكي، ما مصدقاش هذا الموقف هذا اللي تحطات فيه. اروى وبسمه وشاهي جالسين اللور، شاهي صافي نيره صافي، هو تحل الموقف. اروى هاد الهضره هادي ما غاديش تفيد، ما غاديش تسكت الا لما تجلس بوحدها عاد غادي تسكت. في اللوطه ديال يزن كان واحد العازل هكا من الكراسه القداميين والكراسه اللورايين، سدو يزن هكا هبطو من بعد ما برك على واحد البطون، هبط هكا لانه كان باغي يدوي مع نيره. نيره صافي بركه بركه منك، صافي بركه، انا ما غاديش نسكت على هادشي وغادي نجيب لك حقك من هذاك الولد. نيره شافت فيه بالدموع وشعقها مازال كيطلع، وقف هكا وقف اللوط على جنب الطريق، شد هكا ضمها لعندو بقوه كيحاول انه يهدنها لان ما قدرش حتى انها تسكت من البكاء، ما بغاش تنسى هذيك اللحظه. عاد تهدنات شويه وبعدا عليه بخجل، شكرا يزن عاود خدم اللوطو تم غادي، ما ماشي ضروري من الشكر، انا راجلك. ابتسمت فصمت، اما اللور البنات كانوا كيضحكوا يضحكوا هكا. اروى زعما غادي تكون سكسات؟ شاهي وبسمه ضروري. يزن وصل نيره واروى، مشى للقصر بسمه وشاهي. بعد ما وصلت نيره للدار وطلعت الغرفه ديالها، دخلات كتفكر في اللهفه ديال يزن عليها وداك الاحساس ديالها بالامان اللي حساس هي في الحضن ديالو، وكتدعي انها ما تبغيش حيت هي مزوجه غير انتقام. شويه صون التليفون ديالها كان وجهها في دي ميساج، حلات الواتساب لقات جروب سميتو الاخوات، فتحته لقات فيه اروى ومريم وميار وشاهي وبسمه كيهضروا هكا كيصيفطوا دي ميساج. نيره هاي البنات صافا، شاهي هاي نيرو صافا، وانتيا؟ الحمد لله. شكون دار هاد الجروب؟ شاهي ميار هي اللي دارتو. ميار انا اللي درتو، نجمعو فيه شويه. نيره صافا ميرو. مريم انتي واش مبغاش تحبسي لسانك شويه ميار؟ نيره ولسانها طويل كالعاده. وبقاو هكا الناس مجمعات فيه وكيضحكوا، واتفقوا في الاخير على انهم في الغد غادي يمشيو للمول يجيبوا داكشي اللي خاصهم ويشريو الفساتين اللي غيحضروا بهم العرس ديال البنات، واصروا على انهم يخليوش يزن يصيفط معاهم لي غارد ديالو يمشيو بوحديتهم. جا نهار جديد وفعلا خرجوا البنات وتلاقاو في المول كيشري كل وحده شنو غادي تاخد، كيدورو كيدورو، كل وحده خدات الفستان اللي باغاها والمستلزمات ديالها اللي خاصينها. واروى مازال كدور كدور ما عجبتها شي حاجه، دخلت واحد المحل والباقيين كيتسناو برا. ميار غمزات احمد اللي كان مشى معاهم الصلم، دخل احمد شوف اروى تعطلات، علاش تسم لا احمد؟ واخا دخل احمد المحل لقى اروى واقفه كتشوف هكا في شي حوايج عاجبينها، شد واحد الفستان في يدو كان في قمه الشياكه. انيسه اروى هذا غادي يجيك زوين. اروى فعلا عجبها داك الفستان وخجلات من ديك النظره ديال احمد، خدات داك الفستان شكرا خلاته ومشات. واحمد فرح ملي خدات داك الفستان اللي اختاروا ليها هوايا، خلصوا ليها وخرجوا. نيره جبتي اروى؟ اروى وي شاهي يلا يلا حيت تعطلنا، يلا مشاو هكا ركبوا في لي زوطو اللي جايبين معاهم وغادي في طريقهم للقصر. اما عند عاصم وداك جابر، وجابر كيتكلم في التليفون، يعني هما دابا خرجوا من المول؟ وي خرجوا. داكور يلا خليك موراهم ونفذ داكشي اللي متفقين عليه. او داكور قفل جابر وابتسم بخبط. عاصم شنو غدير فيهم بابا؟ ما غاديش نقول لك حتى شي حاجه، غادي نخليهم عندي شي يومين وغادي تكون غير قرصه ديال الودن وبس.
غاسي واخا، ولكن امتى غادي تقضي عليهم؟ جابر، في الوقت المناسب. عند ايمان وامال. ايمان مشات عند امال، بيتو هكا مجمعين على ما يجاو البنات. امال عرفات طبيعة العلاقة بين يزن ونيرة. ايمان ما عرفتش يزن شنو باغي بصراحة. امال يزن ولدي انا عارفه، يزن كيبغي نيرة ولكن كيكابر وهكا ودابا تشوفي ان شاء الله غادي يعيشوا بسعادة، غيكوني هاني من هاد الشيء. إيمان يا ربي كنتمنى نشوف بنياتي هكا فرحانين ومرتاحين في حياتهم. آمل، أنا ملاحظة النظرات أحسن لي بين أحمد وأروى. إيمان أنا لاحظت، ولكن ما عرفتش من داك النهار ديال العقد القيران ديال نيرة هو كيوصلنا. آمل يا ربي كل في بالي، وكنسو هكا كيهضروا وكيتحسوا، وفي الشركة في غرفة الاجتماعات يازن وزين وآسر وحازم وسيف. يازن يعني انت سيف باغي تنقل الشركات اللي في كندا لهنا، بغيت نضمها معانا. صيف ويا هادشي اللي بغيت ندير، بغيت نستقر هنا وسط عائلتي وصحابي. يا زين مزيان، نبدا من الغد، من الغدا زين غادي نكبروا كل شيء، ومن الاحسن ني تبقاو هكا مجموعين. حازم بطبيعه الحال الا بقينا يد وحده غادي يكون الاحسن لينا. صيف والشرف لي انني نضم مجموعه الصياد. نرجعوا عند البنات، كان احمد والبنات غاديين بالسيارات ديالهم، وقفت قدام واحد لوطو كبيره سوداء الزاج فيمين، وراهم وحتى هكا في جنابهم زوج وحدين اخرين. احمد بلاتي البنات خليكم حتى وحده ما تنزل وربط هوايا في اللوطو اللي ديال الشاهي. شنو كاين البنات ما فهمت والو، هادو مالهم؟ نيره احمد قليلة ما تنزلوش عندك خليك. مريم كنحس في حاجه ماشي، هذيك البنات اكيد شي حاجه. هادي عند احمد وقف برا اللوطو ونزلوا ديك الساعه 7 ديال 8 ديال الشباب من دوك السيارات الاخرين. كتفو احمد ما قادرش عليهم، لانهم كما كنقولوا الحميه كتغلب السبع. بدا كيغوت على الناس باش يسدوا الطوموبيلات ديالهم، حتى واحده فيهم ما تنزل. واحد ضربو هكاك واحد الخشبه على راسو حتى غيب، وهزو حطوه في واحد السيارة من دوك السيارات. وفي السياره ديال اروى كي هكاك بداو كيبكيو بالخلع، ما عارفين شنو غادي يديروا. ناض واحد من دوك الشباب مشى كيحل السيارات ديالهم، خداو اروى لاحو هكا داروا في وجهها واحد المخاخ حتى غيبات. ونفس الشي داروا مع بسمه وميار، وهزوهم حطوهم في السيارات ديالهم. وفي سيارة شاهي كتبكي بالدموع، نيرة وصلي ليا زنا، نيرة سربي سربي. نيرة كتبكي يديها كيترعد، واخا واخا صلت ليا زن. ويزن ديك الساعة كان في السيارة ديالو، كان وصل للقصر، نزل يلا داخل هكا كيشوف التليفون ديالو كيصوني. وي نيرة كتبكي، يا زن عتقنا عتقنا. حلو في ديك اللحظة دوك الرجال السيارة شدو شاهي وهي كتغوت، رشو على وجه هداك الأخ أخو مريم، كتغوت وكتبكي وكتبكي كتحاول تقاوم، ولكن مقدراش ترشو عليها حتى هي داك البخاخ. نيرة مازال كتغوت، شنو بغيتو منا؟ حرام عليكم حتلقوا البنات. رشو على وجه هذاك المخدر، هي مازال شاده التليفون في يديها. نيرة شنو كاين؟ جاوبيني نيرة. نيرة ديك الساعات غابت على الوعي، اعتقناه يزن وغيبات. وخداوها حتى هي مع البنات، يزن كيغوت. نيرة بداو كيفيقو البنات بعد مدة، كانوا في واحد المخزن مهجور. أول ما رفقت كانت نيرة كتلقى راسها مربوطة في واحد العمود، وحكينا حتى شاهي مريم بسمه ميار اروى كل وحده في عمود. احمد طايح هكاك على الارض من كثره الضرب، ربط لي يديه ورش ليه، بدات كتبكي، فين نتوما فين حنا هيا فين؟ كتغوت بصوت احمد حتى بدا كيحل هكا في عيني وكيسول فيها واش هي بخير. بداو كيفيقوا البنات على اثر داك الغوات ديالهم، خلو عين ما عارفينش شنو واقع، كل وحده كتسول. واحمد كيحاول انه يهدي البنات، كنسمعهم كيقولوا بالله ما غاديش ياذيهم، غير هكا غيتعاملوا معاهم هكايا على ما يرجعوهم للقصر ديالهم. كان متاكد انه اكيد شي واحد اللي باغي يدير هكا شي قرصه ودن ولا باغي يهددهم. اما عند يزن كان خرجوا الشباب مشاو مباشره باش يبلغوا على هذا الاختطاف ديالهم، وما عارفين شكون. خداو التليفون ديال يزن باش يتبعوا المكالمه ويعرفوا يحددوا الموقع ديال نيرة فين كانت. وفعلا داز الوقت هكا وقدروا يحددوا المكان، ومشاو بسرعة ومعاهم البوليس، ولكن ما نوصلوا حتى كيلقاو اللوطو ديال أحمد وحتى ديال البنات، والتليفون ديال نيرة باقي مع التليفونات في السيارة، يعني ما خلاوهاش داسو معاها. ضرب رجلو هكا بقوة على رويدة من دوك الروايد ديال السيارة، وبدا كيغوت. أسير كيحاول يهدن فيه، وحازم حتى هو كل واحد فيهم إلا معصب كيحاولوا يفكروا شكون ممكن يكون خطفهم وعلاش. حتى تفكر يازين جابر الشرقاوي، واح الرحمة ديال بابا ما غادي يرحمه. سيف حنا ما غاديش نبقاو جالسين هنا، خصنا ندور نقلبوا عليهم.
زين عندك الحق سيف، يلا كل واحد فينا ياخذ معايا الرجال ديالو ويبدا يقلب ونشوف شنو غادي نديرو. يا زين يلا، هاد البنات راه كتغوت ما عارفه شنو غادي دير. صافي داك الخلعه وداك الخوف مابقاش مخليها انها ما حد هي كتغوت، وكل مره كيدخل عندها واحد من دوك الرجال اللي حارسين كيقول لها سكتينا صدعتيني في راسي. احمد كيغوت عليه، ملي كيغوت عليها البنات كيغوتوا دايرين واحد الضجيج تماكين. وفي داك الوقت بالذات عيط جابر على داك الراجل اللي كان حارسهم، قال ليه غادي تصور ليا فيديو وانت كنضرب مرات يزن وغتصيفطو ليا. من عيني يا سيدي طلعت لي الدم الصباح وهي كتغوت. جابر يلا سربي دير داكشي اللي قلت لك. مشى بسرعه قفل من بعد ما قطع مع جابر ومشى دخل عليهم لداك المخزن. مشى مباشرة عند نيرة شدة من داك الحجاب ديالها بزاف حتى حيدو لها من راسها وتزلع شعرها كله هكاك على وجهها وعلى ظهرها، لأن شعرها كان طويل وناعم بلون الشوكولا، وبدا كيضرب هكا على وجهها بالطرش هكا على وجهها. والبنات كيغوتو، احمد كيغوت ولكن لا حول ولا قوه، والرجل الثاني كيصور من بعيد. نيرة بألم ولكن برغم داكشي داك الكبرياء اللي فيه مخلاش انها تبين داك الالم اللي كتحس بيه. الا كنتي كيحسب لك راجل هكا اللي كتحلم، راجل ما كيستقويش على بنت، ما كيستقويش على المراه، الراجل كيواجه راجل بحاله. وديك الساعه خلي داك الكبير ديالك ينفعك، هادشي اللي غد كديرو دابا غيهز فيا حتى شعرها. والو انا قوى من هادشي بزاف. راجل هكاك جره ثاني جره من شعرها بزز بالجد، وشد لها راسها هكا وضربوا لها مع داك هذاك العمود اللي مربوطه فيه. والاخر كيصور في الفيديو حتى كملوا صيفطوا فيها للجامع. هي راه حسات بواحد الالم فظيع من ديك الضربه اللي ضربات على داك العمود. شاهي كتشوف فيها ودمعها نازلي. نيره حبيبه انت مزيانه، نيره ما تخافيش يا شاهي، الحمد لله مزيانه. اروى كتبكي، كيفاش مزيانه وانتي ما شفتيش راسك شنو واقع لك؟ شوفي الدم هابط لك مع راسك. احمد حتى هو بدا كيبكي من داك الموقف، كيشوف راسو مربوط وما قادرش يدافع على البنات اللي معاه. سمحي لي يا نيره، والله سمحي لي، حس ما قادر ندير والو. نيره حنا كنا مربوطين يا احمد، شنو غادي دير؟ هادي صافي بلا ما تبرز راسك. مريم اكيد غيلقاونا ما تخافيش يا نيره. ميار اكيد خويا يزن وزين وحازم واسير عرفوا اننا تخطفنا غيلقاونا. بس ما حسيه بالدم يا ربي انا خايفه بزاف. جابر وعاصم ولدك عايشوا بداك الفيديو. جابر قويه بزاف هاد البنت هادي، عاصم وعينيه كيلمعوا ولكن زوينه الصراحه. غادي ناخذ عليه، غادي ناخذ الولد الصياد وغادي نحرق قلبه عليها. جابر غصبر صبر غنجيب لك سلت تحت رجليك، ولكن كل حاجه في الاوان ديالها. وجابر صيفط داك الفيديو مباشره ليزن من واحد الكارطه جديده. في القصر كانت مرونة عندهم القاضية امل، غير عرفت بلي البنات خطفو طاحت مغيب، حاول تفيق فيها اتصلوا بالطبيب باش يجي يشوفها، وشباب مخلوعين لانهم مازال حتى الساعه ما عرفوا حتى شي حاجه. الدكتور من بعد ما جا قال لهم بلي تعرضت لصدمه وهذا هذا الضغط عالي بزاف، وحاولوا هكا تقلع واحد الابره باش تهبط لها داك الضغط. في ديك اللحظه هذيك وصل هذاك الميساج ليزن اللي فيه فيديو، كيشوف فيديو من رقم غريب. زين حلو حلو دغيا، شوف كل ما كتجمعوا ليه فتح يزن داك الفيديو. كانت صدمه كيشوف الفيديو، الراجل كيضرب في نيره وهكاك جر لها داك الحجه من راسها، والبنات كيغوتوا، احمد الصوت ديالو وديك الشجاعه ديال نيره وكانها كتقاوم، ما نزلت حتى دمعه من عينها في داك الوقت هذاك. حر وهي كتقول له بالله غيجي يزن وغادي يعتقها بالله ما خايفاش منه. يزن بغضب الحرام مزيان مرات يزن الصياد كيدار فيها هادشي. وفي نفس الوقت نفس الرقم اللي صيفط الفيديو بدا كيصوني ويجاوب يزن بسرعه. جابر بضحكه عاليه وشريره صافا ولد الصياد. يزن بغضب، فين مراتي وخوتي اجابر ورحمه الوالد ما غنرحم مراسك؟ اش من مراسك؟ اش من مراسك غزاله يعني كتسمن اني تكون ديالي ماشي ديالك انت. يا زان الغضب بدا كيعمل لي عيني، والله ما غنرحمك، والله ما غنرحمك. جابر مزيان، تيك توك تيك توك، يلا سلمى ولد الصياد عندك ثلاثه السوايع، الا ما لقيتيهمش غنقتلهم وتقطع الخط. زين فتح الفيديو، فتح الفيديو ثاني نشوفه، انا حاس بحال كنعرف هاد البلاصه. فتح هذا الفيديو ثاني، كل ما كيشوف داك الراجل كيضرب نيره صافي كيبغي عقلو يخرج من بلاصتو. حازم عرفت هاد البلاصه اسير فين؟ عقلتو على المخزن القديم ديالنا اللي كان حدا قريب من طريق الصحراء. زين هي هو يزن ناض كيجري، يلا دغيا مشاو خرجو كيجري. وهكا في طريقهم المخزن خلاو ايمان جالسه حدا امل
كتحسر على الحالة ديالها، على الحالة ديال البنات. كانت نيرة هبت راسها، شعرها كله نازل على وجهها، وقالوا بس مغمير منهار من بكا، وشعي كل شوية كتغوت، وأحمد كيغوت عليهم، مريم صافي مبقاش عاقلة، غيبات وجهها شاحب وهي مربوطة، تحد بقدر أنه يقرب لها ولا يفيق من ديك الغيبة اللي غيبات. وصل يزن وزين وحازم وآسر وسيف حدا المخزن، أول ما وصلوا سمعوا صوت ديال هادوك اللي كانوا حارسين، فسمعوا صوت ديال السيارات كيقربوا، وهربوا كل واحد فين تخبى، ودخلوا هكا كيجريو، وحتى فتحوا ديك الغرفة الكبيرة اللي كانت مسدودة من برا، كسروا هذاك الباب ودخلوا، كيلقاهم هكاك مربوطين كل واحد في عمود. أحمد ربط ليه يديه ورجليه واحد السلسلة غليظة ومرمي في الأرض، دخلوا كيجريو. زين مشى فك شاهي خدها في حضنه، وسيف فك أحمد، وأحمد مشى كيجري فك بسمة، وآسر فك ميار، وحضنها زي لأنها كانت منهارة بالبكا صافي سخفانة. حازم فك مريم وهي طاحت لأن ديجا كان مغمى عليها، ويزن هز داك الشال ديال نيرة من على الأرض مشى نحيسها كحلة من داك العمود، جمع لها شعرها بيد ودار داك الحجاب على شعرها وهو كعنقها، سمحي ليا ما قدرش نحميك. نيرة في داك الوقت كانت صافي نهارت من البكا، كانت حابسة داك الدموع غير بزز، ما حد يزن كيعنقها كيضم عليه، وهي صافي حتى كيلقى الحجاب ديالها راه كله عبر بالدم، تخلع نيرة من هبط الدم هذا، بدا كيتحسها كيبان ليه داك الدم هابط لها من راسها، محسن غادي بها هكا كيقول لها خصنا نمشيو للمستشفى دغيا. خارجين حتى كيبان لها راجل واقف ورا الباب، نفس داك الراجل اللي كان حارسهم، وشاد في يديه واحد المسدس مصوب ناحيه يزن، مشات هكا بكل داك الجهد اللي باقي فيها، دفعات يزن بيديها وخدات هي جوج ديال الطلقات ورا بعضهم عوض يزن، وداك الراجل مشى كيجري حتى حد ما قدر انو يشدو. يزن جلس حدا نيرة على الارض كيشوف فيها مذهول، ودموعه بداو نازلين، حاش درتي هكا نيرة؟ علاش نيرة وهي الدم ديالها بدا نازل، بدات كتفقد الوعي، كان بغيك يا يزن، بدا كيغوت، نيرة فيقي فيقي ما تغمضيش عينيك نيرة. رجعوا الشباب من بعد ما كانوا الناس هكا بداو ركبوا في السيارات، كيلقاو يزن جالس حدا نيرة غارقة في الدم ديالها، صدمة اللي خلاتهم كيحلوا عينيهم مدهولين كلهم. زين هزا يزن، سربي سربي ندوا المستشفى. يزن وأخيرا تابع هز نيرة وحطها بسرعة في السيارة وطلع بأقصى سرعة للمستشفى. كلهم مشى يا ترى شنو اللي غادي يوقع؟ واش نيرة غادي تموت ولا غادي يقدروا أنهم يعتقوها؟ عارفة القصة فيها بزاف ديال الشخصيات، وممكن انكم تكونوا تلفتوا معاها، ولكن مع شوية ديال التركيز غادي تكون فهمتوها. نبدلوا شوية من دوك القصص اللي كيكون فيها غير جوج الابطال، هذه فيها تقريبا ازواج ازواج ازواج. كنتمنى انها تكون عجباتكم، ونقول لكم ما تنساوش لايك، تعليق زوين، والتعليق ديالكم الغزالة كيف وجوهكم وكيف قلوبكم. كنتمنى ان تستمروا دائما وابدا في الدعم ديال القناة كيف ما كديروا، بارطاجيو الله يخليكم هذا الفيديو، هذه القصة هذه قد ما قدرتوا. شكرا لكم، ونخليكم في أمان الله لما تلقوا إن شاء الله مع الجزء الثاني والأخير. باي باي.